بسم الله الرحمن الرحيم. ده ان شاء الله الفيديو التاني من ال diseases of the heart. احنا في الفيديو اللي فات بدأنا بس شرحنا موضوع الاندوكارديتس سواء روماتيك او انفكتيف، وقلنا ان الروماتيك هو immune mediated disease type 2 hypersensitivity. الاميونيتي اللي بتواجه الجروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي specifically against الام بروتين كانت بت cross react مع السلف انتيجنز و بتبدا تعمل فيها ديزيز او انفلاميشن. يعني في الاول في الاكيوت اتاكس بتبقى في حاجات كاردياك وفي حاجات اكسترا كاردياك. كل الاكسترا كاردياك بيهيل من غير سيكولي من غير فايبروزس، لكن المشكله في الهارت. وطب فين في الهارت هي الانفلاميشن اصلا؟ فين الانفلاميشن؟ بان اوكي اندوكارديوم ومايوكارديوم وبيريكارديوم. اكتر مشكله واكتر حاجه بتخلي الديزيز ده اصلا بيردن على يعني الكونتريز اللي الموضوع فيها منتشر زي مصر هي الاندوكاردايتس، سبيسيفيكلي الفالفلر اندوكاردايتس والديفورميتيز اللي بتحصل في الفالفز من ستينوزس او انكومبتنس او دبل ليجنز. تمام. وبعدين اتكلمنا عن النوع الثاني من الاندوكارديتس اللي عندنا اللي هو الانفكتيف اندوكارديتس سواء الاكيوت او السب اكيوت. كل واحده سيناريو مختلف. الاكيوت فالف طبيعي وبكتيريا مفتريه والسب اكيوت العكس. تمام. هنبدا دلوقتي في الموضوع الثاني المهم جدا 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 اللي هو اصلا كان معلوماتكم عن الهارت من قبل لما اتكلم، اللي هو الاسكيميك هارت ديزيز او الكوروناري هارت ديزيز. يعني المايوكارديوم بيعاني من اسكيميا. طب يعني ايه برضو مايوكارديال اسكيميا؟ يعني في امبالانس ما بين الاكسجين سبلاي اللي جاي للمايوكارديوم ده طبعا الكوروناري ارتريز وال اكسجين ديماند بتاع المايوكارديوم. يعني على فكره ممكن هنشوف في الاسباب انه ساعات يكون الديماند بتاع المايوكارديوم هو اللي زايد، الكوروناري مظلوم في هذا الموضوع. فالمهم يعني اكتر كلمه عايزاها تبقى واضحه قوي في دماغكم كلمه امبالانس. في امبالانس ما بين المايوكارديال اوكسجين سبلاي والمايوكارديال اوكسجين ديماند. طيب يجي بقى العيان ده يبقى البرزنتيشن بتاعته ايه؟ عندنا مجموعه من السندرومز او اكشوالي يعني الاحسن مجموعه من البرزنتيشنز، مجموعه من الشكاوات اللي ممكن او الشكاوي اللي ممكن العيان ده يجي يشتكي لك منها. يعني ممكن يكون مشتكي من انجينا مثلا، هنشوف يعني ايه، او من انفاركشن. وعلى فكره مش يعني ممكن يكون هو عيان اصلا بيجي مثلا بانجينا لانه عنده اسكيميا وات تايم الكورونري اتقفل خالص فتجيله انفاركشن، ومره ثانيه مثلا في جلطه اخرى جاله سادن كاردياك. يعني قصدي ايه؟ انه مش معنى يعني احنا مش بنحطه في ده او ده او ده، لا عادي هو ممكن يجيله ده وبعد شويه يجيله ده يعني وهكذا. تمام. فهما مجموعه من الشكاوي الاسكيميك هارت ديزيز ده، مجموعه من البرزنتيشنز، مجموعه من السندرومز يجمعهم ان في مايوكارديال اسكيميا. يعني ايه مايوكارديال اسكيميا؟ يعني امبالانس. امبالانس ما بين ايه؟ ما بين الاكسجين سبلاي والاكسجين ديماند للمايوكارديوم. بنقول لك انه كانسيدنس ده الموست كومن كوز اوف ديث. هو مكتوب في الديفلوبد كونتريز بس هو اكشوالي في كل حته. يعني لو احنا سالنا وورلد وايد كده ايه الموست كومن كوز اوف ديث، هتجي لك اول حاجه الاسكيميك هارت ديزيز، يليه الكانسر، يليه الرود ترافيك اكسيدنتس حوادث العربيات. هم دول الموست كومن 3 كوزز اوف ديث في الدنيا كلها. تمام. طيب يبقى ده عباره عن مجموعه من البرزنتيشنز يجمعهم انه في مايوكارديال اسكيميا وده ليدنج كوز اوف ديث في الديفلوبد كونتريز واكتشلي يعني وورلد وايد. هو يعني ممكن الديفلوبينج كونتريز يكون مشكلتها اكتر، يعني في سنه مشكله في الانفكشنز، لكن ستيل يعني لما دورت مثلا هل الموست كومن كوز اوف ديث في الديفلوبينج كونتريز انفكشن، لا ما لقيتش حاجه كده. فهو يعني خليها عامه هو يعني كده كده ده مش مجال سؤال، لكن خليك عارف ان ده الموست كومن كوز اوف ديث في الدنيا. في الدنيا الموست كومن كوز اوف ديث هو اسكيميك هارت ديزيز. تمام. طيب ايه الكوزس؟ يعني طبعا اكتر من 90% من الحالات كوروناري اثيروسكليروزس. الاثيروسكليروزس طبعا انتوا عارفين انه هو مش حاجه رير، والكوروناري كانت واحده من الكومن ارترز اللي يحصل فيها اثيروسكليروزس. لو رجعت لاثيروسكليروزس هتلاقي الابدومينال اورتا كانت اول واحده وراها الكورونرز. تمام. فهي كومن سايت للاثيروسكليروزس. طب في اذرز؟ اه كل بقى اللي جاي ده كده على بعضه يجمعوا يعني على بعضهم كده دول 10%، لكن 90% هي كوروناري اثيروسكليروزس. طيب امبولاي،
كان مثلا في ميورال ترومبس مثلا او فيجيتيشن في الهورت وراحت على الاورطه، او مثلا كان في اورتيك انوريزم مثلا في سيفيليتك وحصلت منه ترومبوز، حصل جوه ترومبوزس وامبولايزيشن. فالمهم يعني انه في حاجه جايه امبولس من الهورت من الاورطه وات ايفر، وايه دخلت رشقت في واحد من الكورونري سدته، فده كده كورونري امبولس. طيب ايه تاني؟ فاسكولايتس، كورونري فاسكولايتس وات ايفر بقى السبب بتاعها، انفكتشس او نون انفكتشس، احنا خدنا اسباب الفاسكولايتس. طيب وطبعا انتوا عارفين ان الفاسكولايتس هتعمل رف اندوثيليال لايننج وبالتالي تكوين ثرومباي، وبعدين ممكن ايه يتقفل الليومن خالص خلاص، فايه كورونري فاسكولايتس او فاسكولار سباز يعني وات ايفر كوز السباز. مثلا في بعض الادويه او الكوكايين مثلا بيعمل فازو سبازم قوي، فممكن الفيسل وول بقى يعني سباستيك قوي لدرجه ان هو عمل مايوكارديال اسكيميا. خلي بالكو انا هنا بتكلم عن المايوكارديال اسكيميا بكل درجاتها، يعني هي مجرد اسكيميا بس يعني السبلاي قليل بس التيشو عايش، او كومبليت اوكلوجن اللي هو التيشو مات خلاص. لان هنرجع نقول تاني اسباب للكرونيك اسكيميك هارت ديزيز واسباب للمايوكارديال انفكشن، هتلاقي نفسك متلخبط. لا هي جنرال كوزز دي، انا هنا بتكلم عن كل ما يعمل تقليل للاكسجين سبلاي بتاع المايوكارديال ما يقل من طلباته كله، بحطهم هنا ايه على بقى سواء ان هو تقليل او قفل خالص، يعني السبلاي قليل لكن التيشو لسه عايش بيعاني بس عايش، ولا خلاص اتقفل خالص وفي انفكشن. تمام، فقلنا امبولاي سبازم كورونري فيسل انفلاميشن او ناروينج اوف ذا كورونري اوستيا ديو تو سيفيليتك اورتايتس. تعالوا بقى نركز في الحته دي علشان ما تتلخبطوش فيها. هو اصلا السيفيليتك اورتايتس بيعمل ايه؟ هل هو بينفكت السيفيلس بينفكت الاورتا اتسلف؟ لا، اما بينفكت مين؟ بينفكت الفازوفازورم، بيعمل فيها ايه؟ اندرتراتس اوبليترانس، وبالتالي بيتخن الول بتاعها ويضيق اليومن بتاعها، فالاورتا بتبقى اسكيميك وبيبدا تفقد منها بعض الكولاجين والالاستيك فايبرز ديو تو اسكيميا، وتبقى ريبليسد باي فايبروزس. وعلشان كده قلنا انه ممكن طبعا الول بقى ضعيف، اكيد الفايبرس تيشو مش زي الالاستيك تيشو مش زي السموث ماسل، الفايبرس تيشو اضعف بكتير، فعشان كده اندر ذا هاي بريشر جوه اليومن بتاع الاورتا كان بيحصل الدايليتيشن والانيوريزم. تمام، ده الكلام اللي احنا قايلينه اصلا في الايه في السيفيليتك اورتايتس. طيب ايه بقى ناروينج اوف ذا اوستيا؟ بص معايا، دي اورطه طبيعيه، انا جايبه لكم صوره اورطه نورمال اوكي علشان خاطر بس افرجك على حاجه. دي الاوستيا بتاعت الفيسلز اي مثلا، وهنا وهنا وهنا. طيب حصل في الحته دي فايبروزس كده في المكان ده مثلا، نقول في المكان ده كده حصل فيه فايبروزس. ليه فايبروزس؟ ديو تو اسكيميا. ليه اسكيميا؟ ديو تو سيفيليتك انفلاميشن في الفازوفازورم واند ارتريتس اوبليترانس. فالحته دي بقت ضعيفه والاورطه الدايليت اندر ذا هاي بريشر اللي جواها. طب الفايبروزس ده لو جه حوط كده الفتحه دي او دي او اي فتحه، حوط الفتحه دي حوط الفتحه دي، هيعمل ايه؟ هيعمل لها ناروينج. الفايبروزس احنا عارفين بيكونتراكت وممكن يشد يعني يكونتراكت ويضيق الحاجه اوكي، يشد على حواليه ويضيق الحاجه. فهنا بيقول لك ناروينج اوف ذا كورونري اوستيا. لما امتى؟ لما الفايبروزس يسراوند وان اوف ذيس اوبننجز. فما فيش لخبطه بين ازاي بيعمل ناروينج وازاي بيعمل دايلاتيشن. هو الدايلاتيشن عملها ازاي؟ انه ضعف الوول بس، هو ما عملش حاجه اكتر من انه بدل السموث ماسل والالاستيك تيشو بقى مكانه فايبرس تيشو، عشان الاسكيميا والاتروفي بتاعه السموث ماسل دي والالاستيك فايبرز وذير جراديوال لوس and replacement by a fibrous tissue. اوكي، فده under the high pressure اللي جوه الاورطه وسع، يعني السيفلس ما وسعهاش لا ما وسعهاش، هو كل اللي هو عمله ان هو شال السموث ماسل وحط مكانه fibrous tissue ضعيف والبريشر هو اللي وسع. تمام، طيب اما الايه بقى ناروينج؟ دي طبيعه الفايبرس تيشو ان هو بيكونتراكت وبيشد على اللي حواليه، فلما يجي سراوند حاجه زي دي او دي او دي هيخنق الفتحه، هيخنق الفتحه الفايبروزس، هيخنق الفتحه فيعمل فيها ايه ناروينج، وهنا يبقى يعمل اسكيم. تمام، يبقى واحد كورونري امبولاي، واثنين كورونري فيسل انفلاميشن، اي فاسكولايتس بقى انفكتيف او نون انفكتيف، فاسكولار سبازم، ناروينج اوف ذا كورونري اوستيا ديو تو سيفيليتك اورتايتس. وفهمنا مش هنتلخبط بين ان السيفلس بيعمل دايلاتيشن اوف ذا اورتا، اللي بيعمل دايلاتيشن هو البريشر، هو السيفلس بيضعف والتاني بيوسع بقى البريشر اللي جوه اوكي، وقصه ان لا ده السيفلس ده الفايبروزس ده حوط وان اوف ذا اوستيا وعمل لها ناروينج. تمام،
او ساعات انه البلود كويس جدا والكورونري مفتوح ومش ضيق وما فيهوش اي مشكله، بس الكاردياك ديماند هو اللي زاد. زي ايه؟ زي في حاله المايوكارديال هايبرتروفي مثلا، عيان هايبرتنشن مثلا كمثال، فعند المفروض هيعمل ليفت فنتريكولر هايبرتروفي، صح؟ فالديماند بتاع الليفت فنتريكل ده زاد، فيبدا يبقى ايه، يبقى في امبالانس. امبالانس هنا الامبالانس ايه؟ ديو تو زياده الديماند مش نقص السبلاي. او ساعات الفيسل برضو يبقى مفتوح وكويس جدا، بس الدم اللي ماشي جواه هو اللي قليل، زي في حاله التشك. التشك الدم قل في كل الجسم، فبالتالي طبعا الكورونريز احنا بنحاول نحافظ عليهم حتى اخر وقت، بس ات اوف تايم بيحصل فيلير. فالدم اللي الفيسل سليم مفتوح، مش سباستيك، مش انفليمد، مش فيه ثرومبوزس، مش فيه اثيروسكليروز، ما فيهوش اي حاجه، بس الدم اللي جواه سيستميكالي اصلا قليل، زي مثلا هايبوفوليميك شوك او اي شوك يعني، فالسبلاي قولي. نحفظ بقى الكلام ده ازاي؟ بصوا، عندنا 4 مشاكل كورونري، 2 acute event امبولس وسدت وفازو سبازمو ضيق خلاص، و2 inflammation coronary vessel inflammation هو فاسكولايتس يعني، اوكي، وقصه السيفيليتك اورتايتس، وتبقى فاهم النروي خلاص. يبقى 4 مشاكل فين؟ في الكورونري فيسل، 2 اكيوت ايفنت امبولاي وفاسو سبازم، ما فيش امبولاي كرونيك ولا فاسو سبازم كرونيك، و2 انفلاميشن كورونري فاسكولايتس وسيفيليتك اورتايتس خلاص. وبعدين بقى 2 الفيسل فيهم سليم، 1 المشكله في الدم ده اللي هو الشوك، واحد المشكله ولا في الدم ولا في الفيسل ولا المشكله في الهارت نفسه، الديموند هو ايه اللي زايد، زي مايوكارديال هايبرتروفي فانكريست ديموند، او تاكيكارديا، بدل ما انا بضخ مثلا بدق 80 مره في الدقيقه بقيت بدق مثلا 120 مره، ده مش محتاج مصاريف الموضوع ده، مش محتاج اكسجين، طبعا محتاج اكسجين. طيب يبقى احنا قلنا ايه لغايه دلوقتي؟ يعني ايه اسكيميك هارت ديزيز؟ خلي بالك من العناوين عشان كل شويه هنقول كرونيك اسكيميك هارت ديزيز مايوكارديال، هتلاقي نفسك ايه احنا فين؟ لا انا في الموضوع الكبير خالص لسه بقول يا هادي. اسكيميك او كورونري هارت ديزيز ده مايوكارديال اسكيميا. يعني ايه مايوكارديال اسكيميا؟ يعني امبالانس ما بين اللي ده السبلاي اللي جاي والديموند اللي مطلوب. واديكوا شفتوا في حاجات كانت الكورونري فيها ما فيهاش اصلا اي مشكله، والمشكله كانت في المايوكارديوم. طيب ده وده بيؤدي الى كذا برزنتيشن هنشوفهم. يجي العيان ليك مره، ممكن يجي لك في العيادات القلب العاديه، مره ممكن يجي لك في الطوارئ، هنفهم الكلام ده، مره ممكن ما يجي لكش خالص والورثه هم اللي يجوا، يعني في different presentations. طيب ده كومن، ده الليدنج كوز اوف ديس في الدنيا كلها، اكتر من كانسر، اكتر من كل حاجه في الدنيا، الكورونري هو الموست كومن كوز اوف ديس في الدنيا. طيب اسبابه 90% من الحالات كورونري اثيروسكليروزس، خلي بالك عشان ما اقعدش دول انا عمال اهتم بيهم واحفظهم لك وبتاع، ده كل ده على بعضه 10% الاذر دول، لكن احنا عندنا 90% كورونري اثيروسكليروزس. طيب ايه بقى التانيين؟ 2 حاجه اكيوت امبولس جايه مثلا من زي ما قلنا ثرومبس جايه مثلا من اورتيك انيوريزم او من ميورال ثرومبس او فيجيتيشنز جوه الهارت وات ايفر، تمام، او فازو سباسم. طيب حاجتين انفلاميشن كورونري فاسكولايتس وات ايفر ذا كوز، ده ممكن يدمر الفيسل وول، يضيقه، يعمل فيه فايبروزس او يعمل فيه ثرومبوزس، تمام. الحاجه الثانيه سيفيليتك اورتايتس، وفهمنا ومش هنتلخبط لانه احنا قلنا سيفيليتك اورتايتس فعلا بيعمل دايليتيشن في الاورطه، وهنقول الكلام ده تاني ان شاء الله في اخر المحاضره دي، فده ما يلخبطنيش، هو ما عملش دايليتيشن ولا حاجه، هو شال السموث ماسل وحط مكانها والالاستيك تيشو وحط مكانها فايبرس تيشو، فوسعت بسبب البريشر. لكن الفايبروزس ده لما يخنق لي واحد من الاوستيا، لما يحوط واحد من الاوستيا يعمل ايه؟ استينوزس، تمام. فدول كده حاجتين انفلاميشن، يبقى حاجتين اكيوت ايفنت امبولاي وسباسم، حاجتين انفلاميشن فاسكولايتس وسيفيليتك اورتايتس، حاجتين بقى الكورونري يعني صراحه مظلوم فيهم، هو سليم وما فيهوش اي حاجه ولا اثيروسكليروزس ولا ناروينج ولا اوكلوجن ولا حاجه، لكن الدم اللي ماشي جواه قليل زي في حاله التشوك، او الكورونري كويس وال دم كويس بس الطلبات هي اللي زياده زي في حاله المايوكارديال هايبرتروفي، فبالتالي محتاجه اصرف على المايوكارديا مده اكسجين كتير فالديموند زاد، اوكي، او التاكيكارديا بعمل مجهود اكبر فمحتاجه ايه بلاد اكتر، تمام.
ايه بقى الاربعه برزنتيشنز او الاربعه سندرومز اللي انت عماله تحكي عليهم دول؟ وخلي بالك انه مكتوب انه بيبريزنت بوان اور مور اوف ذا فولوينج. اكشولي ممكن واحد يجي له الاربعه، يعني هحكي لك دلوقتي ازاي ممكن واحد يجي له الاربعه. طيب اول حاجه، اول شكوى ممكن العيان يجي يشتكي لك من كلمه كلينيكال. كلينيكال يعني في العياده، شكوى يجي العيان يشتكي لك منها. اول برزنتيشن هي انه عنده يجي له انجينا بيكتورس. يعني ايه انجينا بيكتورس؟ باللغه العربيه الذبحه الصدريه. اوكي، ده عباره عن ايه؟ تشيست بين بريسبيتيتد باي اكسرسايز. اولا شكله عامل ايه تشيست بين ده؟ بيسموه كومبريسنج تشيست بين. العيان بيقول لك كان في طوبه قاعده على قلبي، طوبه كبيره ضغطه كومبريسنج التشيست بتاعه. اوكي، او يعني احساس كده، يعني حاجه طبقه على مراوحه زي ما بيقولوا، جامد، مش بين عادي، يعني مش حاجه اللي هو مخنوق، لا لا الموضوع اكبر من كده شويه. وفي وصف تاني ان هو ستابنج تشيست بين، كانه في خناجر ايه بتستاب في الايه، في الهارت بتاعه او في التشيست بتاعه يعني. والبين ده ساعات بيبقى ريفيرد للدراع الشمال، وساعات للباك، وساعات لللور جو. دول الاماكن اللي هو بيرفير البين ليهم. طيب وموضوع الانجينا ده بيبقى بروجريسيف، يعني ايه؟ يعني في الاول يقول لك انا مثلا كنت اطلع دور الخامس ما يحصليش حاجه، دلوقتي مثلا لو طلعت الدور الخامس تيجي لي الاتاك اللي هي بقى الشيست بين والكلام ده. ممكن بعدين بقى الدور الثالث بعد مثلا سنه ولا حاجه بقى الدور الثالث، بعدين بعد فتره بقى الدور الاول، بعدين بعد فتره بقيت لما اتمشى من اوضتي للحمام، بعدين بقى في انجينا اتريست اللي هو بنسميه انستيبل انجينا، وده كده خطر الخطر يعني. طب هو اللي انت بتحكيه ده انه بقى الدور الخامس للثالث الكلام ده ايه اللي بيحصل؟ خلي بالك ان احنا، وخلي دماغك وانا بتكلم تفكر ان كل ده اساسا في المين كوروناري اثيروسكلروز. سيبك من الفاسكولايتس والكلام ده كله، ده كله على بعضه 10%، لكن 90% من حياتهم كوروناري اثيروسكلروز. فالفكره ان البليك عماله تكبر، وعماله بدل ما في بليك واحده بقى اثنين وثلاثه واربعه، ففي عمال بروجريسيف انكروتشمنت على اللومن بتاع الكوروناري فيسل، ففي بروجريسيف اسكيميا. ففي الاول كان الراجل زي الفل، بعدين ابتدى انه المايكارديال بتاعه اسكيميك فيستحمل لحد الدور الثالث، لكن الخامس لا، بعدين الاسكيميا زادت فما بقاش يستحمل حتى للثالث، بقى يتعب عند الدور الثاني او الاول، بعدين بقى بيتعب حتى ايه اترست. ففي بروجريسيف انكروتشمنت اون ذا كورونري فيسلز لحد لما ايه ابتدى يبقى الانجينا تحصل ايفن اترست. فده اول برزنتيشن اللي هي بنسميها انجينا بيكتورس. دي الشكوى اللي يجي يشتكي لك منها، يقول لك انا بتعب او بيجي لي الم جامد قوي في صدري، اوكي، لما اعمل مجهود والموضوع عمال يزيد ويبقى مور ايه بروجريس. دي اول برزنتيشن يجي يشتكي لك منها. الشكوى الثانيه بتاعته هي بيقول لك كرونيك اسكيميك هارت ديزيز وذ هارت فيلير، وده على فكره اوفرلابنج قوي مع ايه، مع اللي فوق. تعال اقول لك ايه اللي بيحصل في الكرونيك اسكيميك هارت ديزيز. زي ما انت شايف كده كرونيك اسكيميا، يعني في المايوكارديوم المصروف اللي انا كنت بصرفه عليه عمال يقل، بدل ما كنت بديله ب 100 جنيه، ابتديت ابقى بديله 90 80 70، ف كده انا عندي كرونيك اسكيميا، فيحصل كرونيك فاسكولار اتروفي. ايه هو؟ المايوسايتس تبدا تاتروفاي وبعدين ممكن خالص تموت. بكلم ايه، مش حته على بعضها ماتت، ده مايوسايتايا مايوسايتايا مايوسايتايا، عمال واحده 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 بسبب الاسكيميا. وطبعا احنا عارفين انه الايه المايوسايت اللي بتموت مفيش ليها بديل، وهتبقى ريبليسد باي فايبروزس. طيب فالعيان ده هيبريزنت بايه؟ هو مش هيجي بصراحه في العياده ابدا يقول له والله انا حاسس بشويه مايكارديال فايبروزس تعبني قوي بصراحه، لا خالص. هو العيان 2 ده هو عيان 1، فهو والانجينا عماله تبقى مور اند مور اجريسيف ومور اند مور بروجريسيف ومور ان هي تحصل بمجهود اقل. يعني مين وايل والعيان بيشتكي من كده، مين وايل بيحصل جوه الهارت بتاعه فايبروزس، امال هيحصل ايه؟ احنا هنا حاطين لك دي عشان العيان ده ممكن هو في ايرلي ستيجز ماشي انجينا انجينا انجينا، لكن هو ممكن يجي لك في العياده في الاخر بسبب ان الفايبروزس بقى تو ماتش، اوكي، هيجي لك بهارت فيلير. الفنتريكل ليفت فنتريكل ابتدى يحصل له فيلير، وليفت فنتريكلر فيلير. فايه الفرق بين واحد واثنين؟ they are extremely overlapping. الاثنين فيهم progressive ischemia، الاثنين chronic conditions، الاثنين فيهم myocardial damage، يعني myocyte by myocyte كده واحدة واحدة مش حتة على بعضها necrotic.
والاثنين بيشتكوا من يعني بصراحه الانجينا، حتى هتلاقي في الكرونيك اسكيميك هارت ديزيز كمان السلايد الجايه مكتوب انه يعني البرزنتيشن او الشكوى بتاعته برضو بتبقى انجينا بيكتورس. بس ده بقى اللي هو رقم اتنين، ده جالك في الاخر خالص بعد يعني وان اتز يعني ريلي خلاص المايوكارديوم اغلبه او كتير منه بقى فايبروتك، يجي لك بايه بالسيمتومز بتاعت الهارت فيلير. فده جاي يقول لك صدري بيوجعني، ده جاي يقول لك، ده جاي يقول لك السيمتومز بتاعت اللو كاردياك اوت بوت والبالمونري كونجشن والكلام ده كله، تمام. لكن يعني الاثنين they are extremely overlapping بصراحه، الاثنين كرونيك اسكيميا، الاثنين في يعني ديفينتلي حتى رقم العيان رقم واحد ده هتلاقي مايوكارديال فايبروزس بتحصل عنده. بس ده هيجي يقول لك صدري بيوجعني، ده هيجي يقول لك المانيفستيشنز صدري بيوجعني طبعا بروجريسيفلي والكلام اللي قلناه مع الاكسرسايز والكلام ده، ده هيجي يقول لك السيمتومز بتاعه الايه الهارت فيلير. الاثنين دي ار اكستريملي اوفرلابنج. انا هنا بتكلم في شكوى مختلفه عن ده، بس ان ده بيجي لك بالتشست بين وده بيجي لك بالايه الهارت فيلير، سيمتومز بتاعه الهارت فيلير. اوكي طيب، حاجات بقى مور اكيوت ومور سيفير ومور خطر عن واحد واثنين دول. رقم ثلاثة ان مايوكارديال انفاركشن، هنا في حتة الكوروناري سبلاي بتاعها وقف، 70 كلمة وقف يعني up to يعني too much، ان هي خلاص مايوكارديال نيكروزس فرانك حتة على بعضها فرانك مايوكارديال نيكروزس. ففي حالة مثلا الاثيروسكليروزس لا، هو غالبا البليك دي يارب تشارت حصل جواها هيمرج هتكونت عليها ثرومبس. لو تفتكروا هي دي الحاجات، ارجعوا كده للاثيروسكليروزس في الكومبليكيشنز بتاعتها، كان عندنا حاجات ميديوم سايزد ارترز ولارج ارترز زي الاورت. طب الكورونري دي تتصنف ايه؟ تتصنف ميديوم سايزد. كان ايه المشاكل اللي فيها؟ استينوزس او اوكلوجن. استينوزس يعمل لنا ده، يعمل لنا كرونيك اسكيميا مايوكارديال فايبروزس، اللي هو يشتكي بايه مايوكارديال فايبروزس ده، يشتكي بريكورنت اتاكس اوف انجينا بيكتورس، وفي الاخر ممكن يشتكي لك بهارت فيلير، تمام. الاوكلوجن بقى هي دي اتقفلت، ارجع بقى كده الاسباب الاوكلوجن هناك كانت الثرومبوزس والهيمرج والرابتشر بتاع البليك. هنا حصل اكيوت ايفنت، هنا حصل اكيوت ايفنت وير انه لا حته من الكورونريز حته سوري من الهارت فقدت السبلاي خالص، اكيوت اسكيميا ونيكروسس، تمام. طيب الرابعه صادن كاردياك ديس، هنا لو الاسكيميا هزرت مع الهارت كوندكشن سيستم تبقى ماساه بقى. ده لطشنا في اي في نود، لطشنا في حاجه من البركنجي فايبرس مهمه، حصلت اريزميا. وعلى فكره مش كل الاريزمياس فيتال، يعني في اريزمياس زي ما هناخد مثلا حاجه زي الاتريال فايبريليشن مش فيتال، لكن هنا حصل اريزميا انكومباتبل، حاجه اسمها فنتريكولار فايبريليشن هارت بلوك وات ايفر بقى، حاجه يعني فيري اكيوت. يبقى ده، يبقى بصوا يا جماعه الاثنين دول عيانين كرونيك، الاثنين دول في ممكن يبقوا كانوا كرونيك مفيش مانع، يعني دول ممكن يكونوا كانوا دول عادي مفيش مشكله خالص، بس حصل اكيوت ايفنت. طيب فالاخر كده العيانين الاثنين دول بيجوا لك في العياده، ده بيجي لك في الطوارئ، ده ما بيجيلكش اصلا الله يرحمه خلاص. طيب ايه القصه؟ الاثنين دول المايوكارديوم بتاعهم الكورونرز ضيقه ولكن مش مقفوله خالص. اوكي طيب في الحاله دي عيان بيجي يقول لك انا عندي تشست بين، ده بقى الموضوع بقى بروجريسيف معاه جدا لدرجه انه جالك بان المايوكارديوم جزء كبير منه بقى فايبروتيك اب تو ان العيان وصل لهارت فيلير. وديفينتلي ديفينتلي لما تنفستيجيت العيان ده هيقول لك انا فعلا بتجيلي اتاكس اوف انجينا ديفينتلي، يعني اما صح هيشتكي من ايه؟ تمام. فايه فدول كده عيانين، الاثنين دول عيانين كورونري استينوزس وليس اوكلوجن، تمام. ده بيجي لك ببروجريسيف انجينا، يقول لك ده انا كنت يعني كانت صحتي احسن من كده دلوقتي ما بقدرش اطلع الدور، بتجيلي الذبحه او الوجع ده عند الدور الثالث عند الدور الثاني عند الدور الاول، بتجيلي لما اتمشى في بيت، بتجيلي لما خلاص وانا اترست، تمام. فده موضوع بروجريسيف اسكيميا، وده كمان بروجريسيف اسكيميا بس خلاص هنوصل ات تايم ان هو يجي لك هارت فيلير اصلا، خلاص الليفت فنتريكل باز بقى خلاص يجي لك بالمونري كونجشن ومشاكل البالمونري كونجشن وايه واللو كاردياك اوتبوت والقصه بتاعه الكاردياك اوتبوت. فدول الاثنين دول عيانين كرونيك كوروناري ستينوزس طبعا بسبب يعني انا كل دماغك عايزاها تبقى رايحه ناحيه الاثيروسكليروزس وتمام. دول بقى لا ده اكيوت ايفنت، ده هيجي لك في الطوارئ، هيجي لك في الطوارئ انه حصل بقى كومبليت اوكلوجن وحته من الهارت ميتد، وهنشوف هيشتكي من ايه برضو العيان ده وايه السيمتومز والساينز اللي هلاقيها عنده. ده بقى خلاص يقول لك جات له ايه ازمه قلبيه ومات، فممكن فعلا يكون الاسكيميا افكتد واحد من
يعني حاجه من الهارت كوندكشن سيستم عملت فيتال اريزمي. على فكره مايوكارديال انفاركشن ممكن تعدي، عشان بس انا اكتشفت ان الطلبه فاكره ان المايوكارديال انفاركشن ده يعني الجلطه في القلب دي يعني لازم يموت خالص. هوريك ان شاء الله صوره لهارت في 3 جلطات، واحده قديمه وواحده جديده وواحده متوسط. فهو في يعني مايوكارديال انفاركشن ممكن عيان يجي له حته من القلب تموت ويكمل حياته بعد كده عادي، اوكي. وفي طبعا مايوكارديال انفاركشن ممكن تبقى فيتال، هنشوف ايه اللي هيحصل. ده كده الكلام الجنرال عن الاسكيميك هارت ديزيز. اتكلمت عن الديفينيشن بتاعه اللي هو مجموعه من الاعراض، ادينا شفنا الاعراض اهي سببها مايوكارديال اسكيميا اللي هو الامبالانس ما بين الديماند والسبلاي، ده ليدنج كوز اوف ديث في العالم. اسبابه طبعا طبعا 90% كورونري اثر سكليروزس، اذرز حاجتين اكيوت امبولاي وسبازم، حاجتين انفلاميشن فاسكولايتس وسيفيليتك اورتايتس، حاجتين الفيسل الكورونري فيسلز فيهم ضعيفه، سواء انه سوري الكورونري فيسلز فيهم مش ضعيفه، سليمه يعني سليمه، انه سواء انه البلاد اللي ماشي جواها هو اللي قليل اللي هي حاله الشوك، او انه لا البلاد كويس والفيسل كويس بس الديماند هو اللي زاد قوي اللي هي في حاله المايوكارديال هايبرتروفي، فانا محتاجه ازود السبلاي للمايوكارديوم ده، وحاله التاكي كارديا ففي ورك اوفرلود على الهارت ده فمحتاج ايه بلاد اكتر او اكسجين اكتر. طيب ايه الاحتمالات الشكوات؟ حاجتين كرونيك لونج تيرم، يعني بسبب الكرونيك اسكيميا ممكن العيان ده بروجريسيفلي يبدا يشتكي من اتاكس اوف تشيست بين بتبقى بريسيبيتيتد باي اكسرسايز، والاكسرسايز ده نفسه مع الوقت بيبقى ايه اقل، بدل ما كنت بعمل كذا بقى كذا بقى كذا وبتعب، تمام. دي بنسميها انجينا بيكتورس او الذبحه الصدريه. طيب ممكن بقى هو نفس العيان ده بتاع الكرونيك اسكيميا ده مع الوقت جدا يبريزنت بهارت فيلير، ليه؟ لانه الاسكيميا دي بتعمل بروجريسيف فايبروزس في الاتروفي يعني ولوس اوف دمايوسايتس اند ريبليسمنت باي فايبروس تيشو، فيبوظ المايوكارديال كونتراكتيليتي ويبوظ الهارت فانكشن ويعمل هارت فيلير، تمام. طيب دول حاجتين كرونيك. الحاجتين الاكيوت مايوكارديال انفاركشن حته ماتت، ليه؟ لان الفيسل اتقفل خالص. واضح بقى ممكن على فكرة تبقى دي في حالة شوك مثلا وارد، ممكن تبقى في حالة امبولاس ممكن برضو ماشي، بس الكلام ده كله ما يكملش 10%، لكن الاساس للمايوكارديال انفاركشن 90% من الحالات ان هي اثيروسكليروزس وتسدد خالص. اتسدد بايه؟ بالاسباب اللي قلناها في الاثيروسكليروزس، رابتشر هيمرج وثرومبوزس، تمام. السادن كاردياك ديث بيبقى سببه غالبا قصة اريزميا. تاني بأكد ان وارد جدا دول يكونوا كانوا دول، يعني وارد عيان المايوكارديال انفاركشن كان بيجي له ايه انجينا بيكتروس. اقول لك السيناريو، يلا خلينا نخلصها من هنا. يجي لك في الطوارئ وطبعا اهله جايبينه ويقول لك صدري مش قادر، وانا على فكره بيجي لي نفس الوجع ده قبل كده بس كان بيروح لما ارتاح، دلوقتي بقالي اكتر من نص ساعه في نفس الوجع ده. كده غالبا تشك ان هو مايوكارديال انفاركشن، وهنقول الكلام ده تاني، تمام. طيب هنتكلم كلمتين سرعة جدا عن الكرونيك اسكيميك هارت ديزيز، وبعدين نخش على المايوكارديال انفاركشن. سببه زي ما قلنا 90% من الحالات عندهم اثيروسكليروزس، وبيقول لك انه الاثيروسكليروزس ده علشان يبقى يعني افكتيف ويعمل فعلا انجينا ويعمل مايوسايت اتروفي ويعمل مايوسايت فايبروزس والكلام ده كله، لازم يكون اخد اكتر من 75% اوف ذا كروس سكشن اوف ذا ليومن، يعني يكون انكروتشنج على اكتر من 75% من ايه من اليومن. طبعا انتوا ده هو كورونري فيسل، طبعا واخدين بالكم ان الاثيروما متكونه ان وان سايد والتاني لا، زي ما اتفقنا ان هي دايما بتكون واخده جزء من السيركمفرنس مش كله. مثلا اليومن ده نقدر نقول ان هو 50% اور ايفن حتى يمكن اكتر منه مفتوح، اهو تقريبا الجزء ده اكتر من 50% من اليومن، فالعيان ده مش هيجي له حاجه، ده مش هيشتكي من يعني ربنا مدينا فائض من الكورونري فلو انه حتى لو مثلا المنظر اللي قدامنا ده لا العيان ما يشتكيش من حاجه، لكن ده شايفين الاثيروما بقت ماركدلي كومبريسنج، وده غالبا هو حصل عليها ديستروفيك كالسيفيكيشن حكيناها احنا، ماركدلي انكروتشنج على اليومن، وطبعا لا ده اكيد فعلا اللي قدامي ده يعني اقل من ربع اليومن، فكده العيان ده يبدا يجيله بقى مايوسايت اسكيميا ويبدا يشتكي من انجينا ويبدا يحصل عنده بروجريسيف فايبروزس في الهارت بتاعه، تمام.
طيب فال most common cause of chronic ischemic heart disease هو atherosclerosis encroaching on 75% of the lumen. لو ليك حد قريبك يعني بيشتكي من chronic ischemic heart disease وعمل قسطرة، دايما بيقول بيدلهم ناس بيقول له ده انا لقوا عندي الانسداد 90% وقالوا لي كده مش هينفع، لازم نعمل ايه دعامة علشان نفتح الفيسل والفلو، يعني بيدخلوا بقى الدعامة عشان تفتح اليومن ده. تمام، فدايما يديهم نسبة كده. احنا بقى النسبة اللي بنبدأ نتوتر من بعدها اللي هي 75%. طب which coronaries الموست كومن؟ هو الليفت انتيريور ديسندنج اللي هو بنسميه اللاد، اللي هو ده اللي بيسبلاي الانتيريور بورت من الليفت فنتريكل، ويليه الليفت سيركمفركس، ويليهم بعد كده الرايت كوروناري هنعرفه او هيبقى مكتوب يعني في المايوكارديال انفكشن. العيان ده بيشتكي من ايه؟ زي ما قلت لك شكوته بتبقى انجينا، عشان كده قلت لك واحد واثنين دول اوفرلابنج، الاثنين كرونيك اسكيميا، الاثنين كرونيك فايبروزس، الاثنين بروجريسيف مايوسايت لوس. الانجينا دي شكوى، والتاني بيشتكي من هارت فيلير، بس الهارت فيلير غالبا مش هيبقى بدري، يعني غالبا لما يوصل ان هو عنده هارت فيلير هيبقى عنده انجينا كونسيدر. تمام، يعني بتحصل له مثلا عند مجهود قليل قوي، او يمكن ايفن اون ستيبل انجينا اللي هي بتحصل اتريست دي. تمام، ف الاسكيميك هارت ديزيز سببه في 90% من الحالات اثيروسكليروزس، اكتر من 75% انكروتشمنت اون ذا لومن، موست كومنلي بتافكت الليفت اتيريور ديسندنج. دانيالي ليفت سيركمفركس، العيان ده بيشتكي من انجينا بيكتورس. اشوف ايه باثولوجي في العيان ده؟ اولا بالنسبه للسايز فاريبل جدا، هو العيان الهارت ده ممكن يكون اتروفيك، لان انا عمال اقول لك اهو انه عمال يحصل بروجريسيف اتروفي في المايوسايتس اند ذير لوس اند ذير ريبليسمنت باي فايبرس تيشو، فهيبقى اتروفيك. وممكن يكون بالعكس هايبرتروفيك. ليه هايبرتروفيك؟ لانه احنا متفقين وقايلين ان الاثيروسكليروزس والهايبرتنشن توامان لا ينفصلان، فممكن العيان ده يكون عنده هايبرتنشن ويكون عنده ليفت فنتريكولار هايبرتروفي بسبب الهايبرتنشن، وممكن يكون نورمال بقى بالانس من الاثنين، يعني وات ايفر. فممكن اتروفيك بسبب الاسكيميا والفايبروزس، ممكن هايبرتروفيك بسبب الاسوشيتد هايبرتنشن، ممكن يبقى نورمال. هلاقي ايه في المايوكارديوم؟ هلاقي فايبروزس. ليه؟ علشان زي ما قلنا في لوس او اتروفي، ويعني سنجل سيل نيكروزس كده للمايوسايتس وريبليسمنت باي فايبرس تيشو. اهو ده منظر الفايبرس تيشو، ده طبعا اللون البني بتاع المايوكارديوم، وهنا ده الايه الابيض ده هو الفايبرس تيشو. الاقي المايوكارديال فايبروزس دي اكتر ناحيه الاندوكارديوم ولا اكتر ناحيه البريكارديوم؟ لا ديفينتلي اكتر ناحيه الاندوكارديوم. ليه؟ اتفقنا على الموضوع ده قبل كده، انه الميوكارديال سبلاي بيجي من الفيسلز في البريكارديوم او الابيكارديوم اللي هو الفيسرال بريكارديوم، ونخش ايه نسبلاي بروجريسيفلي من بره لجوه. فالناس اللي هنا دول اللي هم هنا بالنسبه لي اللي هو ناحيه البريكارديوم، دول السبلاي بتاعهم حلو خلاص متنغمغين يعني اوكي، لكن اللي هنا دول عايشين على الكفاف يعني على القد بالظبط. فلما يبدا اليومن يزيد اكتر من 75% دول بقوا على الكفاف بس لسه عايشين، دول خلاص ايه بقى ابتدى يبقى الموضوع فيهم بروجريسيف جدا. تمام، فيحصل فيهم فايبروزس. فدايما دايما دايما الميوكارديال فايبروزس في حاله كرونيك اسكيميك هارت ديزيز بلاقيه ناحيه ايه؟ ناحيه الاندوكارديوم اكتر بكتير من ايه؟ من ناحيه البريكارديوم. وهنا انا مش بتكلم عن الفيري نارو رو اللي بياخد من اليومن، اللي بياخد من اليومن من هنا اللي هم الاندوثيليوم بالسب اندوثيليال كونكتيف تيشو بالفيري نارو رو من المايوسايت، سيبك من دول ماشي خلاص دول حياة ياخدوا في سبلاي، مفيش مشكله. انا بتكلم بقى اللي تحتهم اللي هم ناحيه يعني في المايوكارديوم بس ناحيه الاندوكارديوم. تمام، هم دول اللي بيبدا فيهم الاسكيميا اكتر حاجه، او مش بتبدا بتبقى مور برونانسد، يعني هي بتبدا فيهم وبتبقى مور برونانسد فيهم عن بره زي ما انتم شايفين المنظر قدامنا هنا. هنا الفايبروزس باين جدا، هنا مفيش حاجه خلاص. طيب ساعات بيبقى فيه ميترال واورتيك فالف ثيكنينج وكالسيفيكيشن وذ نورمال كوردتين ديناي. ليه الموضوع ده؟ هو ده مش علشان فالف اسكيميا، لان الفالف بيجين السبلاي بتاعه من من اليومن. اما الايه ده عيان اسكيميك هارت ديزيز موستلي جدا بيكون اولد ايج، واحنا هنعرف مع الوقت انه الفالفز خاصه اللي شايله الهم وعليها لود عالي زي الاورطه مثلا توب اوف ذا ليست يعني وراها الميترال، مع الايج ومع بسبب الـ يعني اللونج تيرم workload ممكن يبدا يحصل فيهم فايبروزس وكالسيفيكيشن. من اسباب الاورتيك ستينوزس هقول لك ان شاء الله في جزء بتاع الفالفولار ديزيزز انه من اسبابها سينايل اورتيك ستينوزس، ده السبب انه سينايل كالسيفيكيشن بتحصل مع الايه مع السن.
فهنا ده عيان اولد ايج، فغالبا هيبدا يكون عنده الفايبروزس والكالسيفيكيشن بدا في الفالفز. طيب ده اشمعنى على الليفت سايد؟ ما احنا اتفقنا بقى، ما احنا اتفقنا ان الليفت سايد ده بيعاني في حياته ايه غير الرايت سايد خالص. فالحاجات الديجنريتيف دي والفايبروزس والسيكنينج والكلام ده كله بيحصل في الاولد ايج في الليفت سايد اكتر منه بكتير في الرايت سايد. انما الكورد تندناي لا، هي دي سبلايد من اليومن والدنيا بالنسبه لهم ايه ظريفه. فاكتب عند الميترال والاورتيك فالف سيكنينج كالسيفيكيشن ايجينج بروسس، وده عيان اولد ايج في الاغلب جدا جدا يعني. تمام، فادي الباثولوجيكال تشينجز اللي ممكن اشوفها في الكرونيك اسكيميك. كده احنا خلصنا كلام عن العيان الاولاني اللي هو عنده كرونيك اسكيميا، اوكي، وبالتالي عامله له بروجريسيف فايبروزس اللي هو مسميه كرونيك اسكيميك هارت ديزيز. العيان ده ممكن يبريزنت ب انجينا بيكتروس، اوكي، اللي هي تشست بين، وفي الليت ستيج ممكن يبريزنت ب هارت فيلير اسكيميك هارت فيلير، هارت فيلير ديو تو اسكيميا ونكروزس او يعني لوس اوف ذا مايوسايتس اند اتس ريبليسمنت باي فايبروزس، وده عيان كرونيك. تعالوا بقى نتكلم عن العيان الثاني اللي هو جات له complete occlusion للكورونري vessels وجات له جلطه او يعني نكروزس، فرانك نكروزس، بارت محترم من الهارت حصل له نكروزس اللي هي بنسميها مايوكارديال انفاركشن. يعني ايه مايوكارديال انفاركشن؟ ارجع كده لتعريف النكروزس خدناه في سنه اولى، كنا قايلين ان السيل انجري ممكن تبقى ريفرسبل او اير ريفرسبل. ريفرسبل مثلا حاجه زي الاستياتوز زي الهيدروبيك تشينج، تمام، واير ريفرسبل يعني الموضوع مفيش منه رجوع اللي هو كان بيبقى ابوبتوزس او نكروزس. طبعا هنا بنتكلم على النكروزس، فهو اير ريفرسبل مايوكارديال سيل انجري خلاص ريزلتنج ان نكروزس لجزء محترم من المايوكارديوم، اير ريفرسبل انجري. ده سببه ايه؟ سببه اوكلوز، السبب بتاعه اوكلوجن للكورونريز. وافتكر كده اسباب المايوكارديال اسكيميا، بس هنا انا عايزه اوكلوجن، اوكلوجن مش مجرد ايه استينوزس. تمام، الاستينوزس ده كان يخلي لي العيان كرونيك زي الايه الانجينا والهارت فيلير والكرونيك اسكيميك هارت ديزيز والكلام ده كله. تمام، لكن هنا الكورونري ارتري اتقفل تماما. طيب 90% من الحالات ايه اثيروسكليروزس برضه، بس بقى عليها اكيوت ايفنت، حاجه بقى ايه اكيوت ايه اون توب، هيموريدج، ثرومبوزس زي ما هنشوف ايه دلوقتي، اوكي، وفي 10% برضو من الحالات اللي هم ايه الاذر كوزس اوف كورونري اوكلوجن. شايفين يا جماعه كلمه اوكلوجن واوكلوجن، انا عايزه الموضوع ده يبقى واضح عندك دلوقتي. لو الكورونري ده موست كومن اللي بسبب اثيروسكليروزس هيعمل عيان كرونيك اسكيميك هارت ديزيز اللي هو كل يومين ثلاثه اربعه في مايوسايتايا واحده بتموت ومش عارفه ايه وريبليس واتروفي وريبليسمنت باي فايبروزس، والعيان ده يشتكي ببروجريسيف انجينا ومع الوقت يجي له هارت فيلير. دول كده 1 و2. تمام، العيان بتاع الكومبليت اوكلوجن ده بقى ده اللي حته منه ان الهارت هتموت. طب ايه اللي يعمل كومبليت اوكلوجن؟ 90% من الحالات اكيوت ايفنت اون توب اوف اثيروسكليروزس، و10% من الحالات بقى ايه اذرز. هي على فكره نفس اسباب المايوكارديال اسكيميا، بس نشوف هنكتب ايه يعني الاثيروسكليروزس ازود معاه ايه كومبليت اوكلوجن. يعني لازم يبقى في حاجه الامبولس مثلا تنفع، السبازم ينفع، الحاجات اللي هي الاكيوت ايه وتعمل كومبليت اوكلوجن للفيسل دي. يبقى عندنا اهم سبب للمايوكارديال انفاركشن ان الكورونري ارتري حصل له سادن كومبليت اوكلوجن. سادن كومبليت اوكلوجن، كومبليت يا ولاد، ده يفرقوا جدا من اللي هو الاسكيميك كرونيك اسكيميك هارت ديزيز بيشنت. تمام، طيب ايه اللي يعمل كده؟ 90% من الحالات هم حالات اثيروسكليروزس بس حصلت عليها اكيوت ايفنت. بصوا في اكيوت تشينج، تمام، هو طبعا موست كومنلي هتكون ثرومبس، بس في اوبشن ان هو انترا بليك هيمرج. هو ممكن يحصل هيمرج جوه البليك، ايوه، لما قلنا انه بيحصل نيو فاسكولاريزيشن جوه البليك نورمالي اللي انت ما اصلا ما فيهاش فيسلز، اوكي، لكن لما تبقى فيها لما بيكون فيها اثيروما ده بي او يعني اثيروماتس بليك يعني ده بيعمل معاه نيو فاسكولاريزيشن والفيسلز دي ايه ممكن تعمل هيمرج. بصوا لو دي منظر الثرومبس اهي، سوري، منظر الاثيروما اهي وانكروتشنج على اليومن، ولو افترضنا يعني ان ده اكتر من 75% فالعيان ده هيبقى كرونيك اسكيميك هارت ديزيز بيشنت. بصوا بقى الصوره دي، ابتدت تحصل هيمرج جوه البليك وعماله تكبر، عماله تتنفخ البليك، عماله تتنفخ لحد لما اليومن ايه اولموست اتسد. لو اتسد خالص دخلنا في فرانك نيكروزس لاريا اوف ذا مايوكارديوم اللي هي مايوكارديال انفاركشن. ده احتمال.
الاحتمال التاني انها تتكون عليه ثرومبس. طب ايه اللي يخليها تتكون عليه ثرومبس؟ انه يبقى فيه اكسبوجر للسب اندوثيليال كولاجين. طب ايه اللي يعمل كده؟ يعني البليك دلوقتي الاندوثيليال لايننج اللي عليها دي ما بقتش انتاكت، بقت رابتشرد او بقت يعني سلافد، وقعت يعني، وبقت للسب اندوثيليال كولاجين اكسبوزد. هنا بقى كاتب لك شله اسامي كلهم يقعوا تحت نفس الحاجه. رابتشر انه البليك رابتشرد خالص زي المنظر ده كده، وجبنا لها صوره واحنا بنشرح في الاثيروسكليروسس انه فرقعت والليبيد اللي جوه ده ابتدى يخرج في اليومن، حتى كان بيعمل ايه اثيرو امبوليزم. تمام. طيب ulceration يعني فضلت تضغط على الاندوثيليوم لحد لما حصل سلافنج لجزء من الاندوثيليوم بالسب اندوثيليال تيشو اللي تحتيه، دي ulceration. erosion بمعنى عام هنا وغيره في اي حته يعني superficial ulceration، يعني مثلا بس صف كده الاندوثيليوم وقع مش اكتر، حاجه very superficial ulcer. اوكي، يعني مثلا ما اجي اشرح لك الفرق بين erosion و ulcer في الجي اي تي هقول لك لو الميكوزه كلها بقى حصل لها sloughing ووقعت، اوكي ده اسمه ulcer. طب لو مثلا سنجل لاير كده ان السيرفيس epithelium بس، ده اسمه ايه؟ erosion. فالerosion هو superficial ulceration. الفيشر كنا حكيناه لكم قبل كده وانا شرحته قبل كده وانا بشرح البلهارزيزس، قلنا ان هو نوع من انواع الالسر بس بيكون ديب وكنز، شكل يعني من اشكال الالسر، خلاص يعني مش عريض، هو كنز وديب. تمام. ففي الاخر يعني كل الاسامي دي بالنسبه لي يعني هي مجرد اشكال، لانه السيرفيس ما بقاش انتكت والسب اندوثيليال كولاجين بقى باين، سواء ان البليك رابتشرت خالص او انها ضغطت على الاندوثيليوم اللي فوقيها فوقعت منه صف بس ايروجن، او وقعت جزء كبير الالسريشن، او عملت شكل ايه الفيشر. كل ما يهمني كلهم نفس الحاجه، يعني اشكال لاكسبوجر للسب اندوثيليال ايه كولاجين. تمام. يبقى تاني يا جماعه، اهم سبب لل مايوكارديال انفاركشن اللي هو موت جزء من الميوكارديوم اللي هو محتاجه كومبليت سادن الاثنين اوكلوجن للكورونري، اوكي، انه يحصل ان 90% من الحالات دي بتبقى اثيروسكليروزس اللي هي اصلا كرونيك اسكيميك هارت ديزيز بيشنت، وكان بيعاني من انجينا وكان في عنده مايوكارديال فايبروزس وكان عنده كل الكلام اللي فات ده، ها، بس حصلت اكيوت ايفنت. ايه الاكيوت ايفنت؟ ممكن يبقى هيموريدج جوه البليك زي المنظر ده، عمال ينفخها لحد ما تسد اليومن كومبليتلي، اوكي، دي اللي هي ايه الانترا بليك هيموريدج، اوكي، او انه ثرومبوزس. طب ايه اللي انيشيت الثرومبوزس؟ اكسبوجر للسب اندوثيليال كولاجين. ولو تفتكر كنا بنقول في الشابتر بتاع السيركيلاتوري ulcerated atheromatous plaque، يعني عايز يقول لك ان السيرفيس بقى واقع والسب انتوثيليال كولاجين بقى باين. طب ايه اشكال وقوع السيرفيس بقى؟ يا البليك رابتشرت والليبيد نفسه خرج في الفيسل اليومن يعني، والكولاجين السب انتوثيليال كولاجين بقى باين بقى اكسبوزد، اوكي، يا اما لا هي البليك ما رابتشرتش بس وقعت السيرفيس ابيثيليوم، سواء حته صغيره او سوبرفيشال بارت اللي هي ايروجن، او حته ديب شويه اللي هي ulceration، او شكل الفيشر ulcer. المهم ان في اكسبوجر للسب اندوثيليال كولاجين. مين اللي تيجي تلزق عليه؟ البليتليتس. تمام، تبدا تلزق عليه وتبقى اكتيفيتد وتبدا تعمل مايكروثرومباي اللي هي بقى يعني هتبدا تعمل ثرومباي صغيره. بعد شويه على فكره التيشو فاكتور هتبقى اكتيفيتد ويبدا ايه ادينج تو ذا بالك اوف ذا ثرومبس بنفس الطريقه اللي خدناها في شابتر السيركيلاتوري ورق بليتليتس ورق فايبرين اللي هو اللاينز اوف زان اللي انتوا عارفين. اديشنالي ان البليتلتس بتطلع من الجرانيولز بتاعتها فازو اكتيف سبستانسز، تعمل فازو سبازم فيضيق لك اليومن، فحتى لو الثرومبس يعني لو كان عندك امل ان الثرومبس ما تقفلش اليومن كله، احنا بنضيقه لك علشان ايه؟ الدنيا تبقى متقفله من كل ناحيه والثرومبس تبدا تتكون وتقفل. شايفين هنا البليك جوه اهي، بس مثلا عملت هنا ايه ايروجن او ulceration للاندوثيليوم فتكونت ايه الثرومبس، وكمان احنا بنضيق لها الفيسل اليومن يعني بشويه فازو سبازم عشان تسد خالص، ترشق تسد خالص. تمام. ونبدا بقى ايه الثرومبس تكسباند لحد ما كومبليتلي اوكلود الفيسل. يبقى اول حاجه عايزاك تبقى عارفها هنا ان انا هنا في كومبليت اوكلوجن، صدن كومبليت اوكلوجن. 90% من الحالات هي برضو اثيروماتس بليك، والعيان كان بقاله كتير عنده كرونيك اسكيميك هارت ديزيز وعنده انجينا وبيعاني من انجينا وداخل على هارت فيلير، لكن في وقت اتسد خالص. اتسد بايه؟ باكيوت تشينج. ايه الاكيوت تشينج؟ يا اما انترا بليك هيموريدج زي دي، يا اما اكسبوجر للسب اندوثيليال كولاجين. ايه اشكال الاكسبوجر للسب اندوثيليال كولاجين؟ رابتشر، ألسر، ايروجن، فيشر، كله اشكال للايه انه الـ
الاندوثيليال سيلز وقعت والسب اندوثيليوم بقى اكسبوزد. تيجي مين تظهر البليتلتس وبنفس الستبس اللي خدناها في الثرومبس فورميشن تعمل ايه الثرومبس باللاينز اوف زين بالكلام اللي احنا ايه فاهمينه تيشو فاكتور اكتيفيشن والكلام ده كله تمام. اديشنالي ان البليتلتس بتطلع بعض الفازو اكتيف سبستانسز اللي ممكن تعمل ايه فازو سبازم وتقفل الفيسل كومبليتلي تمام. دي كده ايه الموست كومن كوز للمايكارديال انفاركشن اثيروسكليروزس بلس ان اكوت ايفنت زي الهيمريج او الثرومبوزس والثرومبوزس يعملوا اكسبوجر للسب اندوثيليال كولاجين. طيب ده كان 90% من الحالات، ال 10% الباقيين بقى اللي هم ممكن يحصل له كومبليت كورونري اوكلوجن، تعالى نفتكر نفس الاسباب بتاعه المايكارديال اسكيميا. كنا قايلين برده 90% اثيروسكليروزس 10% اذرز. مين اذرز بقى؟ كان عندنا حاجات اكيوت زي الامبولايزيشن. جه منين الامبولاي اللي توصل للكورونريز؟ ممكن مثلا زي ما قلنا فيجيتيشنز في الاندوكارديوم زي مثلا حاله انفكتيف اندوكاردايتس سواء اكيوت او سب اكيوت، الاثنين كانوا بيعملوا embolization تمام. ليه؟ عشان قلنا انه الفيجيتيشنز بتاعتهم كانت بتبقى فرايبل عشان مليانه فايبرين. طيب ده حاجه. الحاجه الثانيه ما زي ما قلت لك ممكن الثرومبوزس طالعه في اورتيك انيوريزم مثلا سيفيليتك اورتيك انيوريزم مثلا اوكي، او حاجه اسمها ليفت سايدد ميورال ثرومبس في حالات يعني ممكن تحصل مثلا في الليفت اتريوم في حاجه اسمها اتريال فايبريليشن. ايه اتريال فايبريليشن؟ ده نوع من الاريزميز. ايه بقى الاريزمياز اللي في الاتريال فايبريليشن؟ ان هو الاتريوم بيكونتراكت سريعا والريجولر ومش افيشنت فايبريليشن، يعني زي بيرعش كده، مش اللي هو دقه محترمه يضخ دم محترم، لا ده عمال يرعش كده، يرعش سريع 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 والريجولر بس مش افيشنت هارت بيت. فايه اللي يحصل لما 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 الاتريوم يبدا يرعش بالمنظر ده ويبقى اريزمك كده؟ هيبقى في سام ستيزس للبلاد جوه. ايه ده انت بتقولي سريع بس بقول مش افيشنت، ما بيقبضش قبضه جامده ينزل الدم، لا ده عمال يلعب لي كده ويرعش لي، طبعا ده مش افيشنت. فالمهم بيكون في سام ستيزس للبلاد جوه الاتريوم وسام توربلنس، فده يكون ايه ميورال ثرومبس جوه الاتريوم. دي لو عملت فراجمنتيشن تعمل تروح تسد واحد من الكورونرز تمام. يبقى امبولايزيشن ايا كان السبب، بس في يعني هنبقى جايين من الهارت يا من الاورطه مفيش حته تاني، فممكن انفكتيف اندوكاردايتس فيجيتيشنز، ممكن ميورال فيجيتيشنز في حاله الليفت اتريوم فايبريليشن اوكي، وممكن برضو من مثلا سيفيليتك مثلا اورتيك انيوريزم. فامبولايزيشن. الحاجه الثانيه فازوسباسم، مش احنا كنا حافظينهم كده اتنين اكيوت الامبولاي والفازوسباسم. هو هنا بيقول لك سواء العيان عنده اثيروسكليروسس او لا، يعني خلاص زي مين؟ زي مثلا عيان اخذ كوكايين او ادرينالين، الحاجات دي بتعمل فازوسباسم محترم وممكن تدخل، تخيلوا يعني واحد ياخد دوز كوكايين اوفر دوز تدخله في مايكارديال انفاركشن. فدول الاثنين الايه الاكيوت. طيب سيبك من قصه ان اسوشيشن وسبليتلت اجريجيشن دي مش مهمه، المهم ان هو فازوسبازم وذر وزاوت كورونري اثيروسكليروزس زي مثلا دراج انجكشن الكوكايين والافيدرين تمام. ايه تاني؟ ممكن حاجات انفلاميشن، قلنا الايه الكورونري فاسكولايتس خلاص وراحت متكونه ثرومبس جوه على الفاسكولايتس ده، او الفاسكولايتس دمرت الفيسل وقول خالص. ما حطوش هنا السيفيليتك اورتايتس لانه مهما كان الفايبروز صعب قوي يسد اليومن خالص، ممكن يضيقه فعلا والعيان يبقى كرونيك اسكيميك، لكن ان هو يسده خالص ويدخله في مايكارديال انفاركشن يعني صعبه. طيب فاحنا كده قلنا 2 اكيوت 2 انفلاميشن، في حاجتين كان الكورونري فيهم طبيعي، اما انه هو طبيعي بس البلد اللي جواه قليل زي في حالات الشوك ودي تتحط هنا طبعا، اما ان هو طبيعي والبلد اللي جواه طبيعي بس الديموند عالي، برضو ده ممكن يدخل العيان في كرونيك اسكيميا، لكن برضو مستبعد شويه قصه المايكارديال انفكشن. فهم الست اسباب اللي انا قلتهم في الجنرال كوزس بتاعه المايكارديال اسكيميا، بس شلنا المايكارديال هايبرتروفي او الانكريز ديموند يعني، وشلنا كمان السيفيليتك لان ده ممكن يضيق ويدخل في كرونيك اسكيميا لكن صعب اكيوت مايكارديال انفاركشن. في حاجه ثالثه او خمسه اكتشوالي هنا اللي هي دايسكتنج اورتيك انيوريزم انفولفينج الكورونري اوستي. الحقيقه انا ما لقيتش صوره يعني على النت توضح اللي انا نفسي اوصله هنا، فرسمتها لكم انا. ادي صوره يعني اعذروني بقى، انا لا بعرف ارسم ولا عندي الوان في البيت، فهو قلم ازرق بس ما فيش غيره. فادي بصوا دي الاورطه
اوكي ادي الاورتك ليومن اهو، وادي الاورتك وول اهو، اورتك وول اهو، وادي فتحه كورونري خارج من الاورت. تمام. طيب ادي الكورونري ليومن، وادي الكورونري ايه وول. خلاص، ايه اللي حصل لما حصل دايسكتنج اورتك انوريزم؟ الحين حصل تير محترم داخل كده لحد الميديا، ودخل البلاد بضغطه اوكي، وسبليتنج الميديا دي، وعمال يفلقها، عامل فيها تشانل وماشي. الدم هنا يا جماعه ماشي بضغط السيستميك سيركيليشن، ومش ضغط عادي. العيان ده احنا قلنا ان موست كومن بيكون هايبرتنسيف، ف يعني وهو داخل كده بيضغط وبيقفل في الكوروناري فيسلز دي في وشه كده، ياخدها يعني كلها يقفلها في وشه كده، ايه، لانه داخل بضغط عالي جدا، فيسد يعني بيطبق الفتحه دي حرفيا كده على بعضها بسبب ايه، الدايسكتنج بلاد اللي ماشي جوه الاورتيك اول. تمام. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم في الاكيوت ايفنت بتاع المايوكارديال اسكيميا، مش حاجه كرونيك، اللي هو المايوكارديال انفاركشن، وده فرانك نيكروزس ايرريفرسبل مايوسايت انجري، وده سببه كومبليت اوكلوجن للكورونريز، سواء في 90% من الحالات اثيروسكليروزس بس عليها اكيوت ايفنت اللي هو زي انترابليك هيمرج او سوبر ادد ثرومبوزس. طب ايه اللي يعمل سوبر ادد ثرومبوزس؟ اكسبوجر للسب اندوثيليال كولاجين، سواء البليك رابتشرت، لا ضغطت على الاندوثيليوم بس وقعت حته منه ايروجن، او وقعت جزء كبير شويه منه السريشن، او عملت فيشرنج. المهم ان سب اندوثيليال الكولاجين بقى اكسبوزد، جت عليه البليتلتس، عملت اجريجيشن، وعملت مايكرو ثرومباي، واكتيفيشن للتيشو فاكتور، و ثرومبس فورميشن، واديشنالي البليتلتس بتطلع منها فازو اكتيف سبستانسز تعمل فازو سبازم، فكمان ده بيضيق لنا اللومن اوف ذا فيسل. تمام. طيب دول 90% من الحالات، 10% ممكن امبولايزيشن من حاجه جايه من الليفت ايتريوم او من الاورطه، يعني تكون هارت او اورطه يعني، عشان تامبولايز في الكورونريز. تمام. فازو سبازم زي واحد واخد كوكايين او ادرينالين. ممكن ايه تاني؟ انفلاماتوري زي الفاسكولايتس، ما قلناش السيفيليتك. الكورونري سليم بس الدم قليل اللي هو التشوك. سيبك من موضوع الانكريز ديماند هنا، والدايسكتنج اورتيك انوريزم ده اكيوت ايفنت طبعا، الهارت داخل كده ايه يعني، سوري، الدم داخل كده بالبريشر العالي بتاعه عمال يقفل في فتحات البرانشز اللي خارجه من الاورطه زي الكورونريز طبعا. تمام. وده طبعا اكيوت. ايه الكونسيكونسز بقى بتاع الكورونري اوكلوجن ده، السادن كومبليت اوكلوجن؟ احتمالاته في 3 احتمالات، يا اما ولا حاجه لو في كولاترلز، لو في جود كولاترلز خلاص مش هيحصل اصلا ولا انفاركشن ولا حاجه، يا اما مايوكارديال انفاركشن اهي، يا اما ليه لو مفيش كولاترلز خلاص ده اتقفل ومفيش كولاترال كويسه تسبلاي فخلاص مايوكارديال انفاركشن، او انه احنا حصل عندنا بقى افكشن دي زي ما قلت لكم الهارت كوندكشن سيستم، فبيعمل اريزمياز. في بعض الاريزمياز فيتال على فكره، الاتريال فايبريليشن از نوت فيتال، لكن الفنتريكولر طبعا ده اكيوت هارت فيلير، يعني الاتريوم هنستحمل منه ان هو يهبل مفيش مشكله، لكن فنتريكل بيرعش لي، مش بيكونتراكت عدل، مش بيعمل كونتراكتيليتي محترمه، لا مش هينفع طبعا. الفنتريكولار فايبريليشن از فيتال اريزميا، هيحصل اكيوت هارت فيلير وسادن ديث. تمام. فايه احتمالات الكومبليت كورونري اوكلوجن؟ يا اما ولا حاجه لو في جود كولاترلز، يا اما مايوكارديال انفاركشن لو في كولاترلز، لو ما فيش كولاترلز، يا اما سودن ديث زي في حالات او الفنتريكولار فايبريليشن، دي اريزميا انكومباتبل مع الحياه وهتعمل اكيوت هارت فيلير واكيوت بالمونري ايديما وهارت وسودن ديث. ليه مش مسموح للفنتريكل ان هو ما يعملش كونتراكتيليتي محترمه يعني، ويقعد يرعش كده والريجولرلي ورابيدلي، ده يعمل اكيوت هارت فيلير. طيب حصلت المايوكارديال انفاركشن، حصل كومبليت كورونري اوكلوجن وات ايفر ذا كوز، يعني موست كومنلي طبعا زي ما اتفقنا اثيروسكليروسس ومعاها ثرومبوزس. تمام. ومفيش كولاترلز وهيموت الانفاركشن. ايه بقى الموست كومن سايتس للمايوكارديال انفاركشن؟ موست كومنلي انتيرور انفاركشن، ده 40-50% من الحالات، لان الموست كومنلي تو بي انكلودد هو الليفت انتيرور ديسنتنج، وده بيسبلاي الانتيرور وول والانتيرور وول بتاع الليفت فنتريكل والانتيرور بارت اوف ذا سبتم والابكس بتاع الهارت، فده هي فعلا دي الموست كومن سايتس للانتيرور انفاركشن، يعني التو جورز اللي عندنا مايوكارديال انفاركشن في العملي اللي مقفول فيهم ايه، او الليفت انتيريور ديسنت. تاني حاجه تليها اللي هي اللاترال انفاكشن ل اوكلوجن ديو تو اوكلوجن اوف ذا ليفت سيركمفلكس اللي هو ده، خلاص ده بيسبلاي اللاترال وول بتاع الليفت فنتريكل.
تمام. الثيرد كومن سايت اللي هي البوستيريور انفاركشن ديو تو اوكلوجن اوف ذا كورونري رايت كورونري، وده بيسبلاي البوستيريور وول والبوستيريور بورت بتاع السبتم. فزي ما انتم شايفين الاسكيميا طبعا والانفاركشن موست كومن على الليفت سايد، هو اصلا يعني مبتلى عشان الورك لود زي ما اتفقنا بتاعه يعني هيبقى عرضه جدا للاسكيميا. ده غير انه بالنصيب الفيسلز اللي بت سبلاي الليفت فنتريكل هي اللي مور كومن تو بي اوكلودد، فيها بقى هاي انستنس اوف اثيروسكليروزس وهاي بلاد فلو تيربلنس والكلام ده كله، تمام. طيب كده دي الموست كومن سايت بتاعه المايوكارديال انفاركشن. بعد كده عندنا عنوان اسمه Patterns of Myocardial Infarction. قبلها بس هقول جملة أنا متأكدة أن أنتوا عارفينها كويس قوي، بس خلينا يعني نأكد عليها دلوقتي. لما حصلت Complete Occlusion للكورونري وحتة من المايوكارديوم ميتت، تتوقعوا الحتة دي هتبدأ ناحية الاندوكارديوم ولا ناحية البيريكارديوم؟ ديفينتلي ناحية الاندوكارديوم. ليه؟ هي نفس الصورة اللي احنا بنجيبها كل مرة، احنا البلاد سبلاي بتاعنا اصلا جاي من ناحية البيريكارديوم وداخل على جوه، فدول عندهم احسن بلاد سبلاي، دول اقل شوية، دول اقل شوية، لحد ما نوصل بقى لللاير اللي بياخد من اليومن ده ما لناش دعوة بيه. فطبعا طبعا الصف اللي هنا ده يعني او اللي هنا اللي هي تحت الاندوكارديوم بعد الاريا اللي بتاخد من اليومن، دول اول ناس بتموت. بنبدا دايما في السب اندوكارديال ريجون، وبعدين يموت ده وبعدين ده وبعدين ده وبعدين ده لحد ما تبقى ايه ترانس ميورال انفاركشن، تمام. فالمايوكارديال انفاركشن بتبدا في ناحيه البريكارديوم ولا الاندوكارديوم؟ ديفينتلي ناحيه الاندوكارديوم. ليه؟ هو اصلا اضعف بلاد سبلاي، فاول ما البلاد سبلاي يبدا يقل هيموتوا دول مع شويه بشويه كله هيموت طبعا، بس ايه اللي كان متنغنغ يعني. هقول لكم على مثال، احنا دلوقتي اهو مثلا في البلد في ناس كانت ماشيه على القد وفي ناس كان معاها فلوس كويسه. طيب الدولار بقى ب 50 جنيه، ايه اللي حصل؟ اللي مع اللي ماشيين على القد دول البقاء لله خلاص الله يرحمه، اللي كان معاهم فلوس كويسه بقوا مع القد، بعد شويه اللي معاهم فلوس كويسه وبقوا مع القد دول هم كمان هيموتوا، بس ايه يعني هيستحملوا شويه يعني الموضوع هيمشي معاهم شويه، تمام. طيب يبقى انا بقى كده عندي تو باترنز للمايوكارديال انفاركشن، ترانس ميورال واخد الول كله اهو او سب انديكاردر. ايه الترانس ميورال؟ ولا حاجه، الكورونري اتقفل بقى اهو، قايل لك برده مأكد لك كل مره ياكد لك انه سببه غالبا اثيروسكليروزس ومعاها بلاك ريبتشر وثرومبوزس، اوكي. وما حصلش اي انترفنشن ولا حاجه، والعيان ما خدش اي علاج ولا حاجه، فابتدت الجلطه تو بروجريس من جوه لبره لبره وخلصنا، اوكي. طيب في بقى احتمال الثاني اللي هو سب انديكاردال انفاركشن، ده بياخد الانر بورت بس زي الصورة كده الحتة الزرقاء دي، وده ممكن يحصل في سيمبلي يعني عيان جات له الانفوركشن خلاص، وبعدين الفايبرينوليتيك سيستم عمل ديزول يعني دوب الجلطة دوب الثرومبس ففتح الفلو تاني، فبعد ما دول كانوا ماتوا لا دول بقى ايه ما ماتوش ولا حاجة، احنا قلنا ان دول بيموتوا الاول وبعدين وراهم دول، فهي الجلطة حصلت ده مات وبعدين الفايبرينوليتيك سيستم فكها، اوكي، فده خلاص لسه عايش، فتبقى عندنا سب اندوكارديال انفاركشن. او ممكن تسمع حد يقول لك ايه ده جات له جلطه في القلب وراح المستشفى ولحقوه وادوله دواء والحمد لله الجلطه ايه خفت. هو اللي حصل ايه؟ مش قصه خفت، هي اللي حصل ان العيان ده جاله سب اندوكارديال انفاركشن فعلا، ما دام جات له السيمتومز وكانت تيبيكال سيمتومز وجدنا المستشفى وعملنا الانفستيجيشنز وطلعت هي بتاعت المايوكارديال انفاركشن، يبقى هو في نيكروزس، في مايوسايت نيكروزس، تمام. بس البوينت ان احنا ادينا له فايبرينوليتكس فدوبت الثرومبس فده اتلحق ما حصلوش ثرومبوزس، فهتلاقي العيان ده غالبا بيست معاه بس على سب اندوكارديال انفاركشن. ودي طبعا الكومبليكيشنز بتاعتها زي ما هنشوف الكومبليكيشنز كمان شويه اقل بكتير، تمام. فايه ده احتمال انه حصل فعلا اوكلوجن والثرومبس بعد كده بقت لايس، سواء ثيرابيوتيكلي جانا المستشفى وفك او سبونتينيوسلي الفايبرينوليتك سيستم هو اللي فكها قبل ما النكروزس يوصل لايه للفول ثيكنس وتبقى ترونس ميورال، تمام. في سيناريو تاني الحقيقه ممكن تحصل فيه السب اندوكارديال انفاركشن دي، لو القصه مش قصه ان الفيسل اتقفل، لو قصه ان الفلو اللي ماشي جواه قليل اللي هو قلنا في ايه في حاله الشوك. طيب دلوقتي احنا متفقين انه البلاد سبلاي مثلا لو البلاد سبلاي جاي من البريكارديوم، طيب نقول انه جاي معاه ب 100 جنيه فالحته دي بتاخد ب 100 جنيه والحته بتاعت السب اندوكارديوم دي بتاخد بايه بمثلا 50 جنيه، ماشي. طيب لما حصل الشوك البلاد اللي بقى جاي في البريكارديال فيسل ده بقى كام؟ بقى 50. فايه اللي حصل؟ اللي هنا دول بقوا عندهم 50 فهيفضلوا عايشين، صحيح مخنوقين في حياتهم بس تمام يعني عايشين، اوكي. لكن اللي هنا دول لا مفيش خالص، هو اصلا احنا كان بيجي لنا 50 قالوا جدا خلاص مفيش، فتبدا تحصل سب اندوكارديال انفاركشن بس
حتى مع الوقت. حتى مع الوقت مش هتبروجريس دي. ليه مش هتبروجريس؟ لان اللي بره واصل لهم قليل بس يعني كومباتبل مع الحياه. اوكي، فممكن سيناريو تاني لما تكون القصه مش قصه كورونري اوكلوجن اصلا، القصه قصه ديكريز ذا بلاد فلو. زي في مين؟ زي في حاله الشك. طيب فايه اللي هيحصل دلوقتي؟ بدل ما كان انا هنا بيجي لي دم ب100 بقى بيجي لي ب50، فمتعايشه مخنوقه بس متعايشه. انما هنا كان بيجي لي ب50 بقى بيجي لي مثلا 10 او ما فيش خالص. اوكي، فهبدا ايه؟ اموت. الفكره بقى ان السب اندوكارديال انفاركشن في هذه الحاله مش هت فولو ديستريبيوشن بتاع كورونري معين، مش هتفول. هي مين؟ هو كلهم قالوا مع بعض، يعني ليفت انتيريو ديسندنج والليفت سيركمفلكس وكل والرايت وكل الدنيا البلاد فيها قل، فبالتالي بتبقى سيركمفرنشال سب اندوثيليال انفاركشن. دول كان مكتوب عليهم ريجنال، هي مش مكتوب عندكم في الكتاب يعني، بس هي في الصوره ان هي حته معينه. يعني هنا الثرومبوس كانت اوكلودنج مثلا اللاد، فحصلت الكلام ده في الانتيريور وول بتاعه الليفت فنتريكل. خلاص هنا مثلا كانت انكلودنج السيركمفلكس، فحصلت الثرومبوس في الايه اللاترال وول بتاع الفنتريك. لكن هنا مين اللي اوكلودد؟ ما احنا الدم دي شوك، الدم قليل فينا كلنا في كل الكورونريز مع بعض. اوكي، فبالتالي تلاقي السب اندوكارديال كده اول ثرو حاصل فيه ايه؟ حاصل فيه انفكشن، وبره سليم. حتى لو الموضوع طول، حتى لو الموضوع طول خلاص، لانه وصل له دم بس يعني صحيح قليل اوكي بس معيشه، لكن هنا ما بقاش ايه معيش. تعالى بقى كده نقرا الموجود. بيقول لك as the subendocardial region is the least perfused lesion. احنا متفقين انه دي اوحش حته اصلا، عندها blood supply، الدنيا جايه من بره لجوه، فده اوحش حاجه في العادي. subendocardial infarct can also result from prolonged severe reduction في blood pressure زي في حاله التشك. بيقول لك super imposed on non critical coronary stenosis. معناها ايه الجمله دي؟ معناها انه يعني الشك لوحدها والكورونري فل سليم ما فيهوش ولا اي بليك، مش سهل برضو ان هي توصل للانفركشن. لكن لو الكورونريز مثلا يعني فيها شويه بليكس مش عارفه ايه، ضيقه شويه كده يعني، بس نون كريتيكال ستينوزس. يعني ايه نون كريتيكال؟ يعني مفيش بليك رابتشر ولا هيمرج ولا مفيش اكيوت ايفنتس خالص في الموضوع، لكن العيان ده عنده شويه بليكس كده فالدنيا ضيقه شويه ماشي، وبعدين جت بقى عليه شوك، لا كده ايه الموضوع هيبدا يبقى يؤدي الى مايوكارديال انفاركشن. لو ملخبطاك اشطبها، بس هي ده معناها انه في بعض الضيق النون كريتيكال مش سيريس مش ثرومب، ومش جايب حتى ممكن مش شرط يكون جايب 75% من اليومن والكلام اللي احنا قلناه في الاسكيميا، لكن في بعض الضيق ده يسهل قوي او يسهل شويه للشوك ان هي تؤدي الى مايوكارديال انفاركشن. تمام، يعني مش كل عيان هيجي له تشوك وهو كرونس بتاعته سليمه خالص هتجي له مايوكارديال انفاركشن. لو هي اضعف شويه بحاجه زي او اضيق شويه بشويه اثيروسكليروسس، ده يسهل قصه الانفاركشن ايه قوي. وبعدين بيقول in such a case myocardial damage is usually circumferential rather than being limited to the distribution of single artery زي ما قلنا. تمام، يبقى كده بقى يا جماعه احتمالات الباترنز بتاعه المايوكارديال انفاركشن. ايه الاحتمالات عندي؟ احتمال انه كورونري معين تمام حصل له اوكلوجن باثيروسكليروزس وثرومبوزس، فهتبدا الحته اللي سبلاينج اللي سبلايد بالريجيونال، الحته اللي سبلايد بالكورونري ده تموت في الاول سب اندوكارديال انفاركشن. والله لحقناه، هو ربنا كرمه وحظه كان حلو وحصل لايسس للثرومبس، هنقف على كده. ده الاحتمال رقم واحد. الاحتمال رقم اتنين انه كورونري معين اتقفل والحته اللي سبلايد بيه ماتت، ولا العيان اتلحق ولا ايه الترومبس فكت من نفسها، فهتبدا السب اندوكارديال انفاركشن دي تبروجريس تبقى ترانسميورال انفاركشن. ده احتمال رقم اتنين، ودول الاشهر خلاص. طيب الاحتمال رقم تلاتة ان عيان كانت الكورونريز بتاعته فيها سم نون كريتيكال ستينوزس، مش حاجه يعني فظيعه يعني، بس جات له تشوك، فالتشوك عملت ايه
عملت سيفير ريدكشن للبلاد بريشر، فيبدا اللي كانوا كويسين بقوا على الكفاف، واللي كانوا على الكفاف بقوا باي باي خلاص الفانكشن ماتوا. وفي هذه الحاله الانفانكشن مش بتبقى ليميتد للديستريبيوشن بتاعه اورتري معين، غالبا بتبقى سيركمفرنشال زي المنظر ده، لان الشوك افكتنج كل الفيسلز مع بعض. اوكي طيب، دي كده ايه الباترنز بتاعه المايوكارديال انفانكشن. يبقى انا بقى قلت ايه كده، انا في المايوكارديال انفانكشن انا حكيت الاسباب بتاعتها اللي هي كانت هي الاسباب الجنرال كوزز بتاعت المايوكارديال اسكيميا، بس ايه عايزينهم يبقوا اكيوت، يعني الاثيروسكليروسس نحط عليها كمان ثرومبوزس، مثلا الفازوسبازم ماشي، الفاسكولايتس ماشي، الامبوليزم طبعا ده اكيوت الاكيوت، يعني الاكيوت اورتيك دايسكشن الشوك الكلام ده. بعدين الجزء اللي بعد كده حكينا على الكونسيكونسز، قلنا انه يعني بتاعت الكورونري اوكلوجن عامه، دي جملة اعتراضية كده في النص، انه ممكن يبقى سيمتوماتيك ولا اي حاجة لو في كورونرز تغطي القصة، هيحصل مايكارديال انفكشن لو مفيش كورونرز، او لو حصل ايه بقى اريزميس زي فنتريكولار فايبريليشن ده ممكن يعمل سادن كاردياك ديس. طيب بعدين المايكارديال انفكشن ايه السايتس بتاعتها؟ انتيريور ذن لاترال ذن بوستيريور، ديت السايتس وكله ليفت سايد اصلا، يعني كل ده بيحصل اكتر على الليفت سايد. اوكي يعني يمكن الرايت كوروني كمان بيبقى فيها فاكشن طبعا للرايت سايد. تمام بعدين اتكلمنا على الباترنز وقلنا انه في سب اندوكارديال وترانسميورال، وقلنا ان السب اندوكارديال ده ممكن يبقى ليميتد لحته معينه اللي هي انفكشن عاديه اللي احنا متخيلينها انه كوروناري معين اتسد فهتحصل انفكشن، ولكن حظه انه الثرومبس دابت او احنا دومناها فما وصلش لهذه المرحله. وفي اوبشن انه يبقى سب اندوكارديال وسيركمفرنشال لما تكون القصه مش في الكوروناري، القصه في الفيسلز اللي القصه في البلاد اللي ماشي جوه الكوروناريز اللي هي الشك. هنبدأ بقى نخش على الجزء اللي بعد كده، فاضل لنا المورفولوجي والكومبليكيشنز بتاعه المايوكارديال انفاركشن، وهبدأ في المورفولوجي بالمايكروسكوب وبعدين الجروس. وبص بقى عشان الدنيا تبقى واضحه كده في دماغنا، انا هقسم كل الجاي لريسنت وليت. ريسنت اللي هو وقت حدوث الجلطه والساعات اللي بعدها وكده والايام اللي بعدها، وليت ده اللي هو بعد مرحله الهيلينج، بعد ما حصل الهيلينج بتاعه الاي الانفاركت، سواء في المايكروسكوب هقسم كده، في الجروس هقسم كده، وفي الكومبليكيشنز برده هنعمل نعملها كده. طيب تعالى نبدا الاول بمايكروسكوبيك بيكتشر بتاعه الانفاركت. بعد من 8 ل 12 ساعه نبدا نشوف الانفاركت واضحه تحت الميكروسكوب، يعني تبدا كل خلاص المايوسايتس كلها او يعني الجزء ده طبعا ماتت، وتبدا اشوف منظر الكواجلاتيف نيكروزس. ايه شكل الكواجلاتيف نيكروزس ده؟ كنت اخدتوه السنه اللي فاتت في انواع النيكروزس. هو الاول يعني النيكروتيك سيل بتبريزرف الاوتلاين بتاعها، بتبقى سوولن بس شويه كده، وموضوع السويلنج ده مهم بالنسبه لي لي ابلكيشن مهمه في الجراس، لكن المهم انها بتبريزرف الاوت لاين بتاعها فور ا تايم، فبتبان از شادوز او جوستس. تمام زي ما خدته كده في العملي في السبلينيك انفوكشن وفي اللونج انفوكشن، كنا استخدمنا كلمه شادوز او جوز، هي لسه الاوت لاينز بتاعه الخلايا اللي كانت موجوده في المكان ده لسه موجوده، فالانفوكتد اريا بتابير از اريا اوف كواجلاتيف نيكروزس. تمام اي حته بتموت بتبدا تعمل الروتيشن للتيشو العايش اللي جنبها وتبدا تعمل فيه انفلاميشن، فعلى 24 اورز تبدا مين تيجي الاول؟ الاول البوليمورفز then الماكروفاجس. اوكي والماكروفاجس مثلا ممكن بعد يومين ثلاثه، على بعدها على طول يعني من 4 لـ5 ايام بعدها يعني على طول يبدا يحصل الجرانيليشن تيشو عشان نجهز للهيلينج باي فايبروسس. فادي اهي المايوكارديوم تمام، وادي الاريا الانفوركتد خلاص. هي هنا دي خلاص عدينا يعني، دي مش يعني النيوتروفيلز جت والانفلاماتوري سيلز جت، النقط الزرقاء اللي قدامنا دي هي عباره عن انفلاماتوري سيلز. ف ساعات 8-12 hours coagulative necrosis، يوم neutrophils، يوم further يومين ثلاثة يعني هتبدأ تيجي الماكروفاجس followed by يعني الماكروفاجس طبعا هتاكل هتفاجوسايتوز وfollowed by الجرانيليشن تيشو اي formation. تمام طيب ليت بقى ولا حاجة، هلاقي مكان الانفاركت دي بقى في حتة من الفايبروزس، هو مفيش اوبشن تاني، احنا عارفين مايوكارديال سيل ماتت تبقى مكانها فايبروزس، مفيش اي ريبليسمنت، فهنلاقي الحتة الانفاركتد مكانها بقى ايه فايبروس تيشو، وعندكم سلايد داتا شو في العملي مايوكارديال انفاركشن. تمام يبقى الميكروسكوبيك بيكتشر في الاول عبارة ساعات، بعد ساعات ابدأ اشوف الكلام ده يا جماعة
يعني اكستريملي كروشيال لدكاتره الطب الشرعي. احنا عندنا سب سبيشالتي في الباثولوجي اسمها فورنسيك باثولوجي، احنا ما بنشتغلهاش يعني، انا شخصيا مش موجوده اصلا عندنا في اسم الباثولوجي بتاعنا ده، لا دي مصلحه الطب الشرعي اوكي، اللي هي في السيده زينب تقريبا، فيها ديبارتمنت اسمه باثولوجي، فورنسيك باثولوجي ديبارتمنت. هم بقى شغلانتهم كده، مش بيشخصوا اورام، مش بيعملوا الحاجات دي، لا هم بقى في شغلانتهم يقولوا الشخص ده مثلا مات بعد قد ايه، الحاجات دي ايه بالجراس والمايكروسكوبيك فايندنجز، وشغلهم فيري فيري كريتيكال طبعا، لانهم بيحكموا يعني بيساعدوا في الحكم في قضايا وحاجات زي كده تمام. فالمهم يعني انه بعد فيو اورز 8 ل 12 اورز خلاص هيبدا يبقى في الكواجلاتيف نيكروزس، واشوف الجوتس بتاعت المايوسايتس، بعدين within 24 hours تيجي النيوتروفيلز، within few hours تيجي الماكروفاجز، few days تيجي الماكروفاجز followed by الجرانيليشن تيشو فورميشن. على شهرين ثلاثة أبدأ أشوف مكان الانفارك ده بقى إيه سكار. طب regarding الجروس بيكتشر بقى وركز معي، سؤال مهم، احنا خدنا الانفوكشن في chapter circulatory وعرفنا انها نوعين pale و red، و ايه هو الميوكارديال انفوكشن يبقى pale ولا red؟ لا هو pale انفوكشن. ليه؟ تعال نراجع اسباب الريد. previously congested، لا هو ما كانش previously congested ولا حاجة، هو يعني ما فيش فيه قصة الكونجيشن خالص. dual blood supply، لا ما فيش هنا dual blood supply. هتقول لي فيه collateral، بس هقول لك لا مفيش كولاترالز في هذا الوضع، ما دام وصلنا للسلايد دي يبقى الكولاترالز كمان كان فيها مشكله. انا موافقه معاك واتفقنا انه لو حصل كوروناري اوكلوجن وفي كولاترالز مش هيحصل انفكشن اصلا اوكي، لكن ما دام وصلت هنا يبقى الكولاترالز ما كانتش موجوده او بايظه هي كمان او مقفوله هي كمان، فانه يكون في كولاترالز لا. ايه الاوبشن الثالث؟ كان انه يكون في تورشن او ان الفين اتقفل مع الارتري، لا هي القصه هنا بيور ارتري. الحاجه الاخيره اللي هي بتاعه اللوز اورجان، وهي دي بقى اللي عايز اشرحها لكم هنا. خلينا نرجع للشابتر السيركيلاتوري، يعني ايه اصلا ان اللوز اورجان الانفكشن بتاعته تبقى ريد، و والكومباكت اورجان الانفكشن بتاعته تبقى بيل. بصوا اي تيشو لما يموت وات ايفر، هو لوز مش لوز ايه اللي جراله يعني، وات ايفر يعني مكانه او وضعه، الفيسلز اللي فيه بترابتشر صح، فهيخرج بترابتشر ليه؟ لانها ماتت، هي مش الفيسلز دي مخاليق من مخاليق ربنا، تيشو عادي من حقه ان هو يموت برضه، فهتموت، فالبلاد اللي جواها هيطلع، فالتيشو هيبقى لونه احمر. وات ايفر، ها وات ايفر، احنا في لوز اورجان ولا في كومباكت اورجان اصلا تمام. طيب لما تبدا تحصل الكواجلاتيف نيكروزس، كل خليه بتسويل، السويلنج ده كل افري سنجل سيل بتسويل تسويل تسويل، فده بيوش اوت الدم كده ويطرده وترجع جرادولي الانفاركت للايه للبيل كولر، ده لو هو بقى ايه كومباكت اورجان. لكن اورجان لوز، ما كل خليه تسوال ايه يعني، ما احنا لوز، ما احنا عندنا سبيسز طبعا يعني، عشان تتخيل ده حط اللنج في دماغك دلوقتي، انا اصلا عباره عن تيشو عباره عن سفنجه، كل سبيسز 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 تمام. مات التيشو، مات التيشو وماتت الفيسلز وخرج منها البلاد، وابتدت الالفيولار نيموسايتس تسوال، ها بعدين بقى ده انا عندي سبيس قد كده، مهما حصل سويلنج الدم هيفضل قاعد جوه الالفيولاي نفسها، جوه الالفيولار سبيسز اوكي، فعمره ما هيتنقل من اللون الاحمر للون الايه البيل ده. فعشان كده اصلا ده الكلام ده انا بشرح لك اللي حصل هناك، عشان كده احنا كنا حاطين اللوز اورجانز من ضمن اسباب البيل انفاركت تمام. نرجع بقى هنا تاني للميوكارديال انفاركشن. الميوكارديال انفاركشن ده بيل انفاركس ليه؟ لانه ولا سبب من الاسباب تنطبق عليه، لا هو كان بريفيسلي كونجستد، ولا اتقفل فين مع ارتري، ولا هو ديوال سيركيوليشن، ولا قصه الايه اللي هو لوز اورجان ده. هو في الاول لما اتقطعت البلاد سبلاي عن الحته اللي هي هتموت دي، خلاص بقت الحته بقت بيل بيل وسوولن، عشان ايه ابتدت النكروز تحصل فيها بيل ليه؟ لانه خلاص البلاد سبلاي عنها اتقطع. then ايه اللي حصل؟ البلاد فيسلز اللي في هذا المكان ماتت، اللي هي جايه له من ناحيه البريكارديوم، هي كمان كفيسلز نفسها ماتت ورابتشرت وطلعت الدم اللي جواها، فيبدا يتحول للايه اللون الاحمر، وبعد شويه الاحمر ده يبقى بني بسبب السويلنج اوف ايتش مايوسايت اللي هي الكواجلاتيف نيكروزس، الدم يسوجد اوت ونرجع جرادوالي اللون البيل او اللون الاصفر زي المنظر اللي عندنا اهو تمام. فدي قصة، دي القصة بتاعت انه ليه اي انفاركت في الفترة الاولانية بيبقى لونها احمر،
حتى لو هي بيل، حتى لو هي بيل، وبعد شويه هتايه هتشيفت جرادولي للون ايه البيل. تعالى بقى كده نقرا الاول ده within 15 اور، اللي هو نفس الوقت اللي شفت فيه الكواجلتيف نيكروزس تحت الميكروسكوب، بيبقى بيل وسوولن. سوولن عشان زي ما اتفقنا انه السيلز بت سويل، وبيل علشان البلاد سبلاي لهذا المكان اتقطع. within يوم ليومين الكالر جرادولي بيتغير بسبب الرابتشر اوف ذا ري بلاد سيلز والهامرج، يبقى دارك ريد ذن براون ذن من سبب السيل سويلنج البلاد از ووشد اوت وبنتحول جريدولي للون ايه الاصفر. تمام. طيب على 3 ايام 3 ل 4 ايام نفس الوقت ده قلناه في الميكروسكوبيك بيكتشر، يبدا تبقى الانفاركت متحوطه بالجرانيوليشن تيشو. لو تفتكروا هناك قلت عند 24 اورز تبقى في النيوتروفيلز، على اليوم الثاني للثالث تبدا الماكروفاجز وراها الجرانيوليشن تيشو. اهو 3 ل 4 ايام يبدا ايه يتحوط بالايه الجرانيوليشن التيشو. تمام. وبعدين بناخد فتره بتبقى يعني من بعد الثلاث اربع ايام دي بدايه الجرانيشن تيشو لحد ثلاث اسابيع. في الفتره دي احنا جرادولي بنعمل فاجوسايتوزس وبنريبليس التيشو بقى اللي مات والتاكل ده بايه الاورجنايزيشن بتاع الجرانيوليشن تيشو وسام فايبروزس. بنبدا كده من ثلاث ايام لثلاث اسابيع جرادوال بروسس، عمالين نفاجوسايتوز ونريبليس بالجرانيوليشن تيشو. والفتره الفترة دي كريتيكال قوي قوي قوي، وهحكي لك عنها ان شاء الله في الكومبليكيشنز، بس خليك عارف ان من 3 ايام لثلاث اسابيع انا بفاجوسايتوز وبريبليس بالانجراس بتاع الجرانيوليشن تيشو والماتوريشن بتاع الجرانيوليشن تيشو وبدايه الفايبروس. يبقى تاني ساعات اللون بيل عشان لسه الفيسلز ما رابتشرتش، يوم من يوم ليومين في هذه الفتره بقى بنتحول من البيل للريد ذن براون ذن بيل تاني اللي هو الاصفر. بالنسبه لنا ده اللون بتاع الانفاركت بتاع النكروزس عامه بعينينا بيبقى لونه اصفر. تمام. طيب بعدين على 3 ايام بقينا باين حوالينا جرانيوليشن تيشو، من 3 ايام لثلاث اسابيع البروسيس هنا عماله ايه اللي يحصل؟ الحته دي عماله الماكروفيج تاكلها والجرانيوليشن تيشو اللي هو المفروض كان يبقى حواليها عمال ينجرو جوه هنا كده ويريبليس الحته ايه اللي ماتت دي. جرادوال بروسيس، ده بيتاكل وده بيت ايه بيريبليس ات. تمام. طيب بيقول لك هنا انه يعني 100% of the cases of the infarction سواء endocardial infarction أو transmural subendocardial infarction أو transmural infarction بيبقى في باند صغيرة جدا جدا من السيرفايفنج مايوسايتس تحت ايه السيرفيس. دول مين؟ دول اللي واخدين من الايه من الventricular lumen. الصراحة أنا كنت أحب إن الجملة دي تتنقل تحت الميكروسكوب، لأن الكلام ده بيتشاف تحت الميكروسكوب مش إنه بعينينا، صعب بعينينا إن هو ايه يتشاف يعني. تمام. لكن whatever يعني المعلومة لازم تبقى واضحة عندك انه في باند صغيرة جدا من المايوسايتس يعني صفين كده يعني thin band بتبقى ايه supplied باليومن. عايز اقول لك حاجة جوه وحاجة بره، يعني حاجة جوه وحاجة بره. احنا متفقين انه النكروتيك تيشو بيرتيت وبينفليم السيرفايفنج تيشو اللي حواليه. تمام. طيب فالانفاركت دي هتعمل ايه الروتيشن وانفلاميشن للاندوكارديوم اللي هو المفروض ان هو عايش واخد دم من البلد، فيخليه راف اندوكارديوم، وده ممكن يفاسيليتيت الايه الفورميشن اوف ثرومبس على الاندوكارديال سيرفيس. اوكي. طب ومن بره تحصل بيريكارديتس سواء فايبرينس بيريكارديتس، احنا اتفقنا ان ده الريسبونس الرسمي للبيريكارديوم للانجري عامه، وممكن برضو بسبب الهيموراج والرابتشر بتاع الفيسلز اللي حصل جوه الانفاركت تبقى هيموراجيك بيريكارديتس. ففايبرينس او هيموراجيك بيريكارديتس. وطبعا طبعا مش محتاج اقول ان الكلام ده بيحصل بس في الترانس ميورال انفاركشن مش في السب اندوكارديال. ليه؟ لان احنا بعيد جدا عن البيريكارديوم في هذا الوضع. يبقى كده ايه الجراس تشينجز اللي بتحصل في المايوكارديال انفاركشن؟ الاول
في within ساعات يبقى اللون يبدأ يبقى pale و swollen. ليه pale و swollen؟ pale علشان ال blood supply اتقطع على هذا المكان، و swollen علشان كل ايه مايوسايت ابتدت تتنفخ. بعدين من يوم ليومين عمالين نتغير من ال pale للاحمر عشان rupture of the blood vessels، اوكي، لان هي نفسها بقت ischemic وضعفت وابتدت ت rupture والدم يخرج منها. then brown، اللون الاحمر بيتغير لل brown وممكن يبقى فيه شويه hemosiderin. then نرجع ايه تاني لل pale دي عشان الايه المايوسايتس بت swell وتطرد ال blood wash out ال blood ده من المكان. تمام. على اليوم الثالث نبدا تبقى الحته الانفاركت دي متحدده من بره بجرانيوليشن تيشو بيتكون، اوكي، وجرادوالي من 3 ايام لثلاث اسابيع الجرانيوليشن الفاجوسايتوزس للنيكروتيك تيشو ده بيحصل، والريبليسمنت باي الجرانيوليشن تيشو ايه بيحصل، ودي كريتيكال ايه تايم زي ما هنشوف. تحت نتكلم من جوه، تحت الاندوكارديوم في لاير من السرفايفنج مايوسايتس بتاخد سبلاي بتاعها من جوه، بس الاندوكارديوم والاريا دي بيبقى فيها انفلاميشن فممكن تتكون عليها ترومبس من ناحيه اليومن. ناحيه البريكارديوم طبعا في حاله الترانس ميورال انفكشن هتبقى ايه في بريكاردايتس سواء فايبرينس او هيموراجيك. تمام. طيب في الليت ستيج بقى ايه اللي بيحصل؟ بعد 3 شهور هلاقي انه الحته اللي كانت انفوركتد هتبدا تبقى ايه ريبليسد بي جريش وايت فايبرس تيشو. بصوا الصوره دي، يعني الراجل ده معتاد اجرام، عارفين لما قلت لكم بتروح عياده القلب تلاقي ناس قاعده بتشرب سجاير هناك، هو ده بالظبط، ده هو الراجل ده هو اللي كده. دي انفوركت قديمه بقى لها شهور وهيلد خلاص. دي انفوركت اللي هي في مرحله الساعات اللي حته بيل وسولن بس، بيل مفيش اي حاجه. دي انفوركت في مرحله انها يعني تغيرت من البيل للاحمر للبراون للاصفر اهي، ومتحوطه لو تاخدوا بالكم في ريم من بره كده متحوطه بجرانيوليشن تيشو، فده اللي هو في مرحله الايه الثلاث ايام. فده راجل يعني معتاد انفكشن، يعني كل حبه بيجي له ايه انفكشن. بنقول لك بس في حاجه بتحصل، انه لو حته من المايوكارديوم ماتت والفانكشن كونتراكتايل فانكشن بتاعتها كانت لوست، بقيه المايوكارديوم ممكن يبدا يحصل فيه هايبرتروفي علشان يعوض الفانكشن بتاعه. فكده بدل ما الكونتراكتيليتي كانت متركزه على كل المايوكارديوم ايفنلي، بقت حته ضعيفه وفايبروتيك وحته compensatory hypertrophy. فيعني ايه ده بنسميه ventricular remodeling. This is known as ventricular remodeling. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل hypertrophy of the non-infarcted myocardium السليم. ده عشان يكمبنسيت للوس للكونتراكتيليتي اللي ايه لوست بسبب الهيلد انفكشن او الحته اللي بقت ايه فايبروتيك. تمام. دي كده كانت ايه الجروس بيكتشر بتاعه المايوكارديال انفكشن سواء انها ريسنت او ليت. عملت لكم هنا جدول علشان الارقام ويومين وثلاثه و15 ساعه والكلام ده، فحاولت اقرب الدنيا في الجروس والمايكروسكوب، ويعني ان شاء الله ده يكون سيف يعني ان احنا نعتمد عليه. اول حاجه في خلال ساعات اللي هو بنتكلم فيه من 8 ل 12 15 ساعه في الاريا دي خلاص، بتبدا تحت المايكروسكوب اشوف كواجلاتيف نيكروزس، وفي الجروس اشوف سوولن عشان كواجلاتيف نيكروزس وبيل عشان البلاد سبلاي اتقطع. المايوكارديال انفكشن از ا بيل انفكشن. تمام. مش ريد، مفيش ولا شرط من شروط الريد ينطبق عليها، لا هي كانت بريفيسلي كونجستد ولا في فينيت قفل ولا في كل ولا في اللي هو يعني ديوال بلاد سبلاي ولا هي لوز تيش ولا حاجه من دول تمشي، فهي بيل انفكشن. تمام. طيب في خلال يوم ليومين هنا بيبقى انفيجن للنيوتروفيلز فولود باي الماكروفيجز، وبعيني اللون بيتغير من دارك ريد للبراون لليالو، وحكينا القصه دي. على 3 ل 4 ايام الجرانيشن تيشو تكون في الاثنين، على 3 اسابيع بالنسبه في الـ يعني هو على فكره جروسلي ومايكروسكوبيكالي بس يعني كانت مكتوب عندكم في الجروس بس، بيبدا يبقى في بروجريسيف فاجوسايتوزس للنيكروتيك تيشو باي ذا ماكروفاجس، اوكي، اند اتس ريبليسمنت باي الجرانيوليشن تيشو اللي بنسميه اورجانيزيشن وهيلينج باي فايبروس. لو بقى سبت الراجل ده ورجعت له بعد 3 شهور هلاقي جروسلي ومايكروسكوبيكالي في فايبروس تيشو سكار، فدي يعني حاجه حاولت ايه اقرب بيها ال الارقام والساعات والايام والحاجات دي الجروس والمايكروسكوبيك ايه بيكتشر بتاعه الانفكشن. سؤال مهم جدا جدا، يعني متهيألي ما شفتنيش مره حاطه لك صف الستارز ده جنب بعض، يعني بالنسبه لي ديفينتلي ده اهم سؤال في الهارت، ولو انت سالتني انا عايزه اذاكر من الهارت سؤال واحد هيبقى هو ده، مفيش عندي يعني اجابه ثانيه. ايه الكومبليكيشنز بتاعت المايوكارديال انفكشن؟ وهو على فكره لوجيك ان هو يبقى سؤال مهم يعني لانه توبيك مهم جدا. طيب ايه الكومبليكيشنز؟
هنقسمها برضو لإيرلي وليت، دي تقسيمتي أنا يعني، بس عشان الموضوع يبقى واضح في دماغك. والله قبل ما هو للامتحان للحياة، يعني إيه المشاكل العيان ده اللي خاف عليه دلوقتي وقدام. طيب الـ early complications اللي هي يعني زي ما اتفقنا في الفترة اللي هي كان بيحصل فيها النيكروزس والإنفلاميشن والجرانيليشن تيشو فورميشن الأريا دي، ولسه الفايبروزس مش بروجريس، والليت دي بقى اللي هي بعد ما إيه بتحولنا into fibrous tissue scar. طيب الـ early complications أول حبة يعني هحفظهم لك إن هم related للمصل، contractile dysfunction الميوكارديال infarction دي كانت حتة يعني كبيرة enough إن هي تأفكت الكونتراكتيليتي بتاعة الـ هورت. تمام، فتبدأ تعمل هورت فيلير. أوكي، ويعني قد لو الانفاركشن is too much big تعمل بقى الكارديوجينيك شوك اللي هي يعني شوك وداس due to a heart failure. أوكي، يبقى أول حاجة contractile dysfunction تعمل لي heart failure وممكن توصل لكارديوجينيك شوك. طبعا أعتقد أن أنتوا يعني oriented إزاي الهورت فيلير هيعمل pulmonary congestion وإديمة، لأن ده احنا يعني طبعا بنتكلم إن احنا left sided يعني دماغنا كلها ناحيه الليفت سايد، فالليفت سايد لما يفيل ايه اللي هيحصل؟ الدم هيتكون في اللونج بالمونري كونجشن اند ايه يحصل له ترانسديشن فيبقى بالمونري ايديما. تمام، فدي واحد اللي هي حاجه في المسل كونتراكتايل ديسفانكشن. بابيلري مسل ديسفانكشن احنا اتفقنا ايه الفانكشن بتاعه البابيلري مسل، الفانكشن بتاعتها ان هي تمنع الكاسبس ان هي تتقلب ناحيه الاتريوم في وقت السيستول، وان هما بيقربوا لبعض ان احنا خايفين عليهم ان هما يتقلبوا في الاتريوم، فايه دي الفانكشن بتاعه البابيلري مسل. سو لو حصل papillary muscle necrosis كانت الانفوكشن involving papillary muscle هيحصل acute myocardial acute mitral incompetence او acute mitral regurgitation. تمام، الحاجة التالتة ودي المصيبة cardiac rupture، ينهار اسود القلب فرقع يعني كده يبقى مفتوح على الشارع. طبعا دي حاجه مش محتاجه اقول انها فيتال يعني. طيب ايه بقى اللي بيحصل؟ فاكرين في مرحله كده قلت لك في مرحله خطر قوي، مرحله خطر قوي ايه المرحله دي؟ اللي انا قلت لك احنا progressively بنفاجوسايتوز وبن ايه وبن ريبليس بالجرانيليشن تيشو، اللي هو كان بيحصل من 3 ايام ل 3 اسابيع، صح؟ حكينا الكلام ده واحنا بنتكلم في الجروس بيكتشر. في هذه المرحله بالذات في بدايتها الفاجوسايتوز ساعات تسبق الجرانيليشن تيشو شويه، او مش ساعات، هي اكشوالي بتبقى سابقه الجرانيوليشن تيشو شويه. يعني هو لازم نفاجوسايتوز عشان نبني، لازم ننظف عشان نبني، مش هنبني على النكروسس. تمام، ففي وقت بيبقى المايوكارديوم فعلا ملوش اي سبورت، يعني هو مات، خاصه طبعا لو ترانسميورال انفكشن، انا بتكلم مينلي على ترانسميورال انفكشن، مات وبيبقى فاجوسايتوست ولسه الجرانيليشن تيشو بدائي جدا او ما تكونش قوي، ففين يعني احنا كده خلاص في الهواء بنتاكل وفي نفس الوقت لسه مش ريبليز. في هذه الايام الخطر جدا ممكن يحصل كاردياك رابتشر طبعا بالبريشر جوه ايه العالي، فده بيبقى في المرحله اللي هي 3 ل 4 ايام افتر مايوكارديال انفكشن، في كواجلاتيف نيكروزس وانفلتريشن ولايسس اللي هو فاجوسايتوزس يعني. اوكي، ولسه الايه الجرانيليشن تيشو ما اتكونتش قوي، وحتى لو اتكون ما جرانيليشن تيشو على فكره مش اقوى حاجه في الحياه يعني، فايه هنا في ويكند انفكشن او ويكند انفكتد مايوكارديوم يعني وممكن يرابتشر. فدول الثلاثه دول ليهم علاقه بالمسل، كونتراكتايل ديسفانكشن يعمل هارت فيلير، ولو سيفير يعمل كارديوجينيك شوك، بابيلري مسل ديسفانكشن ودي تعمل اكيوت مايوكارديال اكيوت مايترال انكومبتنس، اكيوت مايترال انكومبتنس لان الفانكشن بتاعتها ان هي تمنتين الكاسبس بتاعه المايترال فالف ما يتقلبوش ناحية الاتريوم في وقت السيستول، فلو باظت اللي هيبدأوا يتقلبوا يحصل ايه mitral incompetence. طب ده acute ولا chronic؟ لا احنا لسه في early complications. cardiac rupture ليه؟ في الوقت الخطر when ان الفاجوسيتوزس بتحصل ولسه مفيش building، فاحنا كده بقينا في الهواء ما في weakened myocardium. تمام، حاجه بقى ليها علاقه بال الهارت كوندكشن اللي هي الاريزميا، احنا اتفقنا انه انه الانفوكش الاسكيميا والانفوكشن لو هزروا مع الهارت كوندكشن سيستم ده ممكن يدخلنا في اريزميات، حاجات منها بتبقى صادنلي فيتال يعني زي يقول لك كده جاله ازمه قلبيه ومات خلاص، هي الانفوكشن عملت يعني اريزميا من النوع الفيتال زي فينتريكولار فايبريليشن مثلا فمات. اوكي، او ممكن يعني تعمل له اريزميات ويعني ونحطه هنا ان هو ككومبليكيشن من المايوكارديال انفكشن، سواء اريزميات عادي تتعايش معاها تاكيكارديا هارت بلوك او حاجات فيتال زي الفنتريكولار اي فايبريليشن، يبقى
ليه؟ عشان الافكشن بتاع الهارت كوندكشن سيستم. وعلى فكره ممكن كمان مايوكارديال اريتابيليتي من يعني المايوسايتس بقت اسكيميك ونكروتيك وكده، فممكن ما تبقاش تبقى اريتيتد وما تبقاش ريسبونسيف قوي ولا ماشيه ان سينكرونس قوي مع يعني الهارت كوندكشن سيستم شغال يا حبيبي وبيدي الكتريستي، بس المايوكارديال متجننه irritated بسبب الاسكيميا والنكروزس والانفلاميشن اللي بتحصل فيها، فمش responsive قوي اصلا مع الهارت كوندكشن ايه سيستم. تمام. فممكن يكون بسبب الافكشن بتاع الاس اي نود والاي في نود والبركنجي فايبرس بنفسهم، اوكي، او ان هم لا هم عايشين بس الايه الاريتابيليتي بتاعت المايوكارديال فايبرز بسبب الاسكيميا والانفلاميشن والنكروزس والكلام ده كله يخليها مش ريسبونسيف معاه. تمام. فكده تلات حاجات مصل وحاجه الكتريستي اللي هي الاريزميا. بعد كده في كومبليكيشن جوه وكومبليكيشن بره، بيريكاردايتس. يعني خلاص مش وقته دلوقتي بيريكاردايتس، احنا بنتكلم حضرتك في اكيوت هارت فيلير، بنتكلم في كاردياك رابتشر. يعني بيريكاردايتس ايه دلوقتي في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ لكن تتحط ايه في حاجه من الكومبليكيشنز طبعا في الترانسميورال انفكشن، وزي ما اتفقنا يا فايبرنس بسبب الاريتيشن بتاع الفيسرال والبارايتال بيريكورديوم، او ممكن يبقى فيها هيموريدج كمان، لان احنا بيبقى عندنا في فتره اللي هي within يوم ليومين بيبقى فيه هيمرج جوه الانفاركت بسبب الرابتشرد بلود فيسل، او ممكن يبقى الكومبليكيشن من جوه اللي هو ان احنا حصل انجري ودامج للاندوثيليوم بالانفلاميشن، لانه احنا عارفين ان النكروتيك تيشو بينفليم الهيلثي او الفايبل تيشو اللي حواليه، فالاندوكارديوم دامج، وكمان في توربلنس للفلو بسبب الكونتراكتايل ديسفانكشن دي، فممكن يبقى في بعض الاستيسز وبعض التوربلنس، فده يسهل تكون ثرومبس. يبقى بنحفظهم ازاي؟ ثلاث حاجات ريليتد للمصل: كونتراكتايل ديسفانكشن تعمل هارت فيلير وممكن تكون سيفير اب تو ان هي تعمل كارديوجينيك شوك، بابيلري مسل ديسفانكشن تعمل اكيوت مايتر ريجرج، كاردياك رابتشر خاصه في المرحله بتاعت الثلاث لاربع ايام بنعمل فاجوسايتوزس وفي دامج وكده وانفلاميشن ومفيش لسه هيلينج، فمرحله خطر جدا. الريزمياس سواء انه الانفكشن اريتيتد او يعني دامجد الهارت كوندكشن سيستم نفسه، تمام، او انه المايوسايتس بقت اريتيتد بالانفلاميشن وبالاسكيميا وما بقتش ريسبونسيف قوي او ماشيه سينكرونس قوي مع الكوندكشن سيستم. بعدين حاجه من جوه وحاجه من بره: من جوه ميورال ثرومبس ومن بره بيريكارديتس بسبب الانفلاميشن. يعني المفروض ان الانفاركت دي حاجه ميته فبتريتيت وبتانفليم الهيلثي اللي حواليها، مين هنا عنده بلاد سبلاي عايش اللي هو البيريكارديتس البيريكارديوم يعني، فيحصل له بيريكارديتس. تمام. طيب ايه بقى ليت كومبليكيشنز بعد ما حصل هيلينج باي فايبروزس؟ ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل لو حصل فايبروزس في البابيلاري ماسل؟ زي ما اتفقنا هتعمل مايترال ريجرش، بس ده مش هيبقى اكيوت بقى، ده اللي هو يعني كرونيك او اللي هو ليت يعني، فبنسميه بوست انفاركشن ريجرش. يبقى هناك قلنا لان البابيلاري ماسل حصل فيها نيكروسس واكيوت ريجرشتيشن، هنا بقى هيلد باي فايبروزس وحصل كرونيك ريجرشتيشن. تمام. الحاجه الثانيه حاجه بنسميها فنتريكولار انيوريزم. ايه ده؟ هو ممكن كمان الفنتريكل يحصل فيه انيوريزم؟ ايوه، زي ما حكينا في الاورطه انه لو في حاجه ضعفت الوول مثلا زي الاثيروسكليروزس او السيفليتيك اورتايتس او مايكوتيك انيوريزم او وات ايفر، حاجه ضعفت الوول فمش هيستحمل البريشر فيبلج يعمل لوكالايز بيرمننت دايليتيشن. نفس الكلام بالظبط في الهارت، لو حاجه ضعفت الوول اللي هو في الحاله هذه الحاله هيبقى فايبروزس، مش الفايبرس تيشو ده ضعيف ومش هيستحمل الهاي بريشر بتاع جوه الهارت، فهيبدا يعمل بلجنج ولوكالايز دايليتيشن اللي هو فنتريكولار انيوريزم. طب ايه هي الكومبليكيشنز بتاعت الانيوريزم؟ نفس الكومبليكيشنز اللي قلناها برضو في الارتيريال انيوريزم، كنا بنقول ان هو ممكن يرابتشر يعمل ماسيف هامرج، ممكن يحصل جواه بسبب التوربلنس بتاع البلاد فلو جواه كده والحته البلج دي الدم يخش يلف جواها كده ويبقى يعني في توربلنس وبعض الاستيزس، فده يؤدي الى ثرومبوزس. والحاجه الثالثه ان هو ممكن يكمبرس السراوندنجز، نفس الكلام مكتوب هنا رابتشر. بصوا دي صوره جار عندنا
ده مفروض ان هو left side of the heart ماشي، يعني ده ال aortic valve تقريبا، اه ده ال aortic valve اوكي. فادي ال left ventricle، وزي ما انتم شايفين كده في bulge من ال left من الحته دي، هي دي ايه ال ventricular aneurysm، وهنا ruptured كمان، ففي ruptured ventricular aneurysm تمام او thrombosis. على فكره عايز تزود pressure on the surroundings ما عنديش اي مشكله خالص، زودها يعني مش غلط تمام. طيب هارت فيلير ليه؟ اكيد حاجه زي المنظر اللي قدامنا ده اكتر من نص الفنتريكل يعني بايظ، والكونتراكتيليتي بتاعته مش حلوه، فده ممكن يؤدي الى هارت فيلير. الريزميا بصوا عايزاكم يعني نكون متفقين ان الدايلاتيشن بتاعه اي كاردياك تشامبر هتخلي المايوسايتس فيها يعني الكوندكشن، الدايلاتيشن ده هيخلي المايوسايتس اريتيتد، والكوندكشن بتاع الالكتريستي جواها مش ماشي احسن حاجه، ده غير ان هو ممكن يافكت اصلا بعض البركنجي فايبرز ويعمل ايه اريزمياس. فعشان هستخدمها تاني قدام، لو في فنتريكولر او مايوكارديال دايلاتيشن ده ممكن يافكت البركنجي فايبرز اللي ماشيه في وسط المايوسايتس ويعمل اريزمياس، وممكن كمان يخلي المايوسايتس اريتيتد وير ريسبونسيف تمام، او مش ماشيه قوي يعني مع ايه بقيه الهارت، فيحصل يبدا يحصل عندي اريزميا، وفي الاخر هتبقى طبعا هوصل لهارت فيلير بسبب ايه لو الانفراكشن واخده كونسيدربل بارت من الايه من المايوكارديوم تمام. بصوا دي الكومبليكيشنز، خليني الاول نقول كل واحده وبعدين هخليك تاخد بالك من حاجه. بالنسبه للايرلي كان عندنا حاجات ريليتد للمسل، كونتراكتايل ديسفانكشن تعمل هارت فيلير، وممكن نوصل لكارديوجينيك شوك على حسب الحته اللي ماتت قد ايه، لو صغيره ولا حاجه، لو كبيره شويه هارت فيلير، لو اكتر كمان ممكن نوصل لكارديوجينيك شوك. بابيلاري مسل ديسفانكشن وتعمل ميترال ريجورج، كاردياك في المرحله اللي هي ايرلي شويه 3 4 ايام عمالين نعمل نيكروسيس وانفلاميشن ومفيش جرانيليشن تيشو لسه بدائي قوي، فمش قادر يسبورت، فاحنا بنضعف جدا، المايوكارديال وول بيضعف قوي في هذه الاريا في هذا الوقت يعني قصدي. الاريزميا بسبب المايوكارديال كونتراكتيليتي بالانفلاميشن الاسكيميا والكلام ده كله، بسبب ايه الافكشن بتاعه الهارت كوندكشن سيستم. بيريكارديتس هنقول بقى حاجه من بره وحاجه من جوه، البيريكارديتس دي من بره في الترانس ميورال انفلاميشن سواء فايبرينس او هيموراجيك، ومن جوه بسبب الاندوثيليال انفلاميشن ودامج بسبب الخناقه اللي حاصله تحتيه، ده حاجه فهو رف، وكمان لو الانفاركت دي مأثره على الكونتراكتيليتي هتعمل توربلنس وصعم ستيزس، فده يؤدي الى ثرومبوزس. ده كان الايرلي. الليت بابيلاري وصل ديسفانكشن برضو، بس بقى هنا بسبب الفايبروسس فأدت إلى برضو ميترال ريجورج. فنتريكلر أنيوريزم ليه؟ لأنه الحتة الانفوكتد بأهيل باي فايبروس تيشو، والفايبروس تيشو ما يستحملش الضغط فايبالج فيعمل أنيوريزم، والأنيوريزم ده ممكن زي وزي أي أنيوريزم يحصل جواه ثرومبوزس، يحصل منه رابتشر، وكمان الأريزميا بسبب الاسترتش بتاع الميوكارديال فايبرز اند زير اريتابيليتي، وأفكشن بتاعة البركنجي فايبرز برضو بقصة الاسترتش دي، وهارت فيلير لو الانيوريزم ده affecting significant portion of the myocardium، واخيرا هارت فيلير. ايه بقى اللي انا عايزه اقوله لك؟ ان دول هم دول ازاي يعني، هنا كونتراكتايل ديسفانكشن وهارت فيلير اهو، early papillary muscle dysfunction هنا late papillary muscle dysfunction، cardiac rupture كانت واحده من الكومبليكيشنز بتاعه الانوريزم، الريزميا كانت واحده من الكومبليكيشن بتاعه الانوريزم، البيريكارديتس سيبك منها، الميورال ثرومبوزس واحده من الكومبليكيشن بتاعه ايه الانوريزم. فهم تمام، بس ايه بس مش هكتبهم هم كده، انا عايزاك تكتبها بنفس طريقه الكتاب. ده سؤال ما بنهزرش فيه يا جماعه، ما بنهزرش فيه، لكن انا ليه عايزه احطهم لك قصاد بعض كده واقول لك هم عشان لو نسيت حاجه في الامتحان، كتبت الاكيوت ولقيت الكرونيك ايه ده انا ناسي حاجه، راجع الاكيوت هتلاقي الحاجه اللي انت ناسيها، كلهم هم موجودين هنا تاني، الاثنين فيهم هارت فيلير، الاثنين فيهم كارديو رابتشر، الاثنين فيهم ثرومبوزس، الاثنين فيهم اريزميا، الاثنين فيهم بابيلاري ماسل ديسفانكشن، هم نفس الايه الكلام. قبل ما نقفل موضوع المايوكارديال انفاركشن فاضل لنا في حاجه مهمه قوي، الكلينيكال بيكتشر بتاع عيان المايوكارديال انفاركشن اللي هو يعني ازاي اعرفه. احنا بنشخص الشخص ده بثلاث حاجات، ثلاث حاجات،
عرض، ودي اول حاجه بتشدنا ليه، هو جاي بيشتكي من ايه؟ بنعمل له اي سي جي اللي هو الايكو الالكتروكارديوجرافي، اوكي، وبنعمل له لابوراتوري تست. جاي لك عيان بيشتكي شكوى فيري كاركترستيك اللي هي انه عنده تشست بين، بيوصفه على انه كراشنج او كومبريسنج، بيقول لك في حاجه طبقه على صدري بطريقه غير طبيعيه، ممكن يبقى ريفيرنج للدراع الشمال وللباك، وساعات قلنا زي ما قلنا للجو. خلاص يهمني بس قوي 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 كلمه prolonged. prolonged ليه؟ عشان افرقه من الانجينا. ما هو العيان ده اصلا وارد جدا 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 هو يكون عيان انجينا، يعني كان بيجي له ريبيتد اتاكس اوف انجينا قبل كده، كان هو اثيروسكليروزس وفي كومبريشن على يعني مش كومبريشن سوري، في انكروتشمنت على اليومن بتاع الكوروناري اكتر من 75%، فهو اصلا اسكيميك، الهورت بتاعه اسكيميك، وبتجي له اي اتاكس اوف انجينا. في يوم من الايام جات له ترومبس على الانجينا دي فقفلت خالص، فتحولنا الى انفكشن. فافرق ازاي؟ هو مبدئيا في فروقات اي سي جي كمان، لكن خلينا نتكلم في السيمتوم انه prolonged chest pain، وزي ما قلنا بيتوصف على انه يا اما squeezing حاجه بتعصر او بتكمبرس قوي، او ممكن stabbing انها حاجه يعني في حاجه بتطعنه كده في قلبه. ومعاه طبعا symptoms of sympathetic stimulation. طبعا اكيد حاجه زي دي يعني لما كانش السيمباثيتك يشتغل ده هيشتغل لمين؟ rapid weak pulse, nausea, vomiting, sweating اللي هي كلام السيمباثيتك. كمان العيان ده بيبقى عنده صعوبه في التنفس، بتلاقيه عمال ياخد نفس كده جامد قوي لجوه، ديسنيا. ديسنيا يعني صعوبه في التنفس، زي مثلا اقول لك ديسفيجيا ده صعوبه في البلع، ديسنيا ده صعوبه في التنفس. ايه القصه دي؟ انا قلت لك ان العيان ده بيبقى عنده كونتراكتايل مشاكل وهارت فيلير، او يعني سواء ان هو شويه كونتراكتايل ديسفانكشن او وصلنا لمرحله الهارت فيلير. ليه؟ عشان الحته اللي ماتت، فبيبدا يبقى الليفت فنتريكل مش راضي يستلم الدم من اللونج، فيبدا البلد يتجمع جوه اللونج، ففي بالمونري كونجشن وبعدين ترانسديشن انتو ذا الفيلر سبيسز، يعني كونجشن في الكابيلاريز اللي في الالفيلر وول وترانسديشن انتو ذا الفيلر سبيسز، فيبدا الدم الهواء يبقى مكانه فيه ترانسيديت، الهواء بقى مكانه فيه ترانسيديت، فالعيان حاسس بالهايبوكسيا، فده ريفلكس بيشتغل غصب عننا، هناخده ان شاء الله السنه الجايه في الريسبيراتوري كتير، انه لما بيبقى فيه هايبوكسيا الجسم بيرسبوند ان هو يعمل موضوع اللي هو النفس اللي هو العميق قوي ده، اللي هو بيحاول ياخد هواء علشان يحل المشكله اللي هو فيه او الهايبوكسيا اللي هو فيه. دي اعراضه، هو هيجي لك بكده، هيجي لك بتشست بين بقاله بيقول لك بقالي اكتر من نص ساعه، انا متعود ان هي بتجيلي اتاكس من انجينا، بس كانت بتخف الاول خالص، كانت بتجيلي لما اعمل مجهود كبير بتخف لما استريح، بعدين ابتدت بروجريسيفلي كده انه المجهود اللي بيوصلني للاتاك بيقل 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 لحد لما بقى جات لي مثلا وانا دلوقتي الاتاك دي قاعد اترست وبقالي اكتر من تلت ساعه 40 مينتس مثلا او 30 مينتس وانا عندي البين. تلاقي البولس تلاقيه سريع، العيان بيلقف نفسه، هم بيقولوا عليها كده بالعربي بيلقف نفسه قدامك، تشك على طول ان ده عيان مايوكارديال انفاكشن. وطبعا وصف اهم حاجه، وصف التشست بين الكاركترستيك اللي هو الكراشنج ستابينج رادييتنج تو ذا باك اند ممكن كمان للليفت ارم. اوكي تعمل ايه بقى؟ جري على حاجتين، تعمل له اي سي جي وتسحب له معامل، هي بتتقال كده اسحب له عين الدم وتعمل له معامل. بنعمل ايه؟ بنعمل حاجه اسمها كاردياك انزيمز. ايه الكاردياك انزيمز دول؟ دول المفروض تكون اعتقد يعني خدتهم في البايوكيمستري، حاجه اسمها كاردياك سبيسيفيك تروبونين وكاردياك فراكشن من الكرياتين كويناز. التو انزيمز دول بيبقوا اصلا برودوسد باي او موجودين جوه المايوسايتس نورمالي، لكن لما المايوسايت عماله تموت وتلايس دول هيطلعوا منها، هيخرجوا منها على الدم، فبيزيد الليفل بتاعهم في الايه الدم. نوت ليك ومهمة ان اللابوراتوري دي للحياة مش للامتحان ولا للمذاكرة، الانزيمز دي ما بتعلاش ايرلي، فلو عيان جاي لك بالتيبيكال بيكتشر والاي سي جي بتاعه فيه الكاركترستيك فايندينجز بس اللاب تيست نورمال، ده عيان مايكارديال انفكشن برضو، بس لسه الانزيمز لسه ما عليتش عنده، اياك تسيبه وتقول لا اصل الانزيمز نورمال الله يكرمك، لا هو يعني انت متخيل ان انت لو لحقت العيان ده وشخصته صح واديته الفايبرينوليتكس ولحقته مثلا في مرحله حاجه زي السب اندوكارديال انفكشن، انت رحمته من هارت فيلير سواء اكيوت او ليت، من كاردياك رابتشر
بالسلامة يعني. تمام. رحمته من اريزميس، من بلاوي سودة، زي ما انتوا شفتوا الكومبليكيشنز. ف يعني تشخيص ده مش هزار، والتأخير فيه جريمة وتقصير يعني. ما ف ف ايه اول ما يبقى التيبيكال سيمبتومز مع الاي سي جي، حتى لو اللاب تست مش انت لو صبرت عليه يعني، لو صبرت عليه شويه وعدت اللاب تست هتلاقيها عالية، بس هي بتاخد شويه وقت. تمام. فادي التشخيص بتاع عيان المايكورديال انفاركشن، تيبيكال كلينيكال بيكتشر تشست بين وديسنيا، والتشست بين له وصف معين ويقول لك انه مطول، اوكي، مع سيمبتومز اوف سيمباثيتك ستيميوليشن. ليه ديسنيا؟ عشان البالمونري ايديما، البالمونري ايديما مخليه العيان الالفيولار سبيسز فيها ترانسيديت، فمش الجاز اكستشينج اتاثر جدا، فعمال يلقف نفسه وياخد ديب بريس علشان خاطر ايه، يحاول ان هو يعني يعوض الهايبوكسيا اللي هو فيها دي. تمام. وكاركترستيك اي سي جي فايندينجز وكاركترستيك لابوراتوري فايندينجز اللي هي الاليفيشن بتاعت الكاردياك انزيمز، دول بيبقوا بروديوسد يعني موجودين نورمالي جوه المايوسايت، فلما رابتشرت وماتت في النكروزس زاد جدا. كده احنا خلصنا الموضوع التاني الطويل جدا من الهور ديزيزز، يعني احنا خلصنا الاندوكارديتس في الفيديو اللي فات بنوعيه الروماتيك والانفكتيف، ودلوقتي خلصنا الموضوع التاني اللي هو الاسكيميك او الكوروناري هور ديزيز. قلنا فيه ايه؟ قلنا اسكيميك هور ديزيز يعني مايوكارديال اسكيميا، السبلاي مش على قد الديماند، وده يعمل لنا كذا صوره. ايه اسبابه؟ اسبابه 90% اثيروسكليروزس، وفي اذرز سواء كان امبولس او فازوسبازم او انفلاميشن فاسكولايتس، او القصه بتاعت السيفيليتك او ارتايتس، او لا المشكله مش في الفيسل خالص، المشكله في المايوكارديوم هو اللي طلباته كتير، او لا الفيسل كويس والمايوكارديوم كويس بس الدم اللي ماشي جوه الفيسل هو اللي قليل، اللي هي في حاله التشوك. وقلنا ايه هي السندرومز اللي ممكن يجي بيها؟ في حاجات على لونج تيرم كرونيك، اللي هو انه بيحصل كرونيك اسكيميا وفي جريدوال لوس للمايوسايت، ده العيان ده ممكن يجي لك بصورتين، يا اما يجي لك بانه بيشتكي من اتاكس اوف انجينا بيكتورس بالقصه البروجريسيف بتاعتها، يا اما يجي لك في الاخر بهارت فيلير. تمام. طيب بعدين بقى لا في حاجات اخطر بكتير، حته ماتت حقيقي ده مايوكارديال انفاركشن، او ايه اللي هي سادن كاردياك ديث لو الحته دي كانت افكتنج الالكتريستي بتاعه الهارت. بعدين اتكلمنا عن الاسكيميك كرونيك اسكيميك هارت ديزيز مايوكارديال فايبروزس اكتر ناحيه السب اندوكارديوم طبعا، لان دول اللي هم اوريدي يعني حياتهم في الاصل عادي يعني على القد بالظبط، فطبعا لما يحصل اسكيميا هيتاثروا اكتر حاجه. وقلنا انه الموست كومن كوز طبعا هو اثيروسكليروزس 90% افكتنج اكتر من 75% من اليومن، وموست كومن ارتري تو بي افكتد هو اللاد، والبيكتشر بتاعه العيان ده بتكون انجينا بيكتروس، وفي الليت في الاخر يبريزنت بكرونيك هارت فيلير. تمام. بعدين دخلنا على المايوكارديال انفاركشن، قلنا فيها ايه تعريفها، هو ايه الريفرسبل مايوسايت انجري، خلاص ليدنج تو يعني فرانك نيكروزس لاريا من المايوكارديوم، اسبابها في 90% من الحالات برضو اثيروسكليروزس، وعليها اكيوت ايفنت زي ايه، زي انه حصل جواها جوه البليك رابتشر من النيو فاسكولاريزيشن لحد لما قفلت، او حصل سوري حصل جوه البليك هامرج من النيو فاسكولاريزيشن لحد لما قفلت، او حصل لها رابتشر او ulceration او ايروجن او فيشرنج، كل ده بيعمل اكسبوجر لسب اندوثيليال كولاجين وياكتيفيت البليتليت اجريجيشن، وبالتالي يحصل اكتيفيشن للتيشو فاكتور والكواجوليشن باس واي، وان تتكون الترومبس، وكمان البليتليتس بتعمل تطلع فاكتورز تعمل فازو سبازم. تمام. بعدين رحنا لل في بقى الاذر كوزز، الامبولس طبعا، الفاسكولايتس ماشي، السبازم ماشي زي واحد واخد كوكايين، التشوك ماشي، ما تنساش موضوع الاكيوت او ورتيك دايسكشن، ما قلناش السيفلس لان ده يعني غالبا بيبقى ناروينج ما بيقفلش خالص، وما قلناش برضو الانكريز مايكارديال كونتراكتيليتي لانه مش للدرجه يعني، او الانكريز مايكارديال ديماند لانه مش للدرجه يعني. تمام. بعدين قلنا طب ماشي حصل كوروني اجلوشن، ايه الافكتس؟ ولا حاجه لو في كولاترالز، مايوكارديال انفاركشن لو ما فيش جود كولاترالز، او ايه سادن كاردياك تيست ديو تو اريزميا لو الحته اللي هي الاوكلودد دي الفيسل الاوكلودد ده كان بيسبلاي حاجه مهمه في الالكتريستي سيستم او الهارت كوندكشن سيستم يعني.
طيب لو حصل myocardial infarction ايه السايتس most commonly anterior supplied by lad followed by lateral supplied by circumflex followed by posterior supplied by right coronary ايه الباترنز ممكن يبقى sub endocardial بس او transmural sub endocardial ده له سيناريوهين يا اما فعلا هو artery معين اتقفل باثيروسكليروزس وثرومبوزس بس بعد كده الثرومبس فكت بسبب fibrinolytics او activation spontaneous activation بقى من يعني من جوه الجسم من غير ما احنا نتدخل فخلصت القصة على كده ما حصلش extension لحد ما نوصل ايه للفول ميورال ثيكنس. او الاحتمال الثاني انه هي قصة اصلا مش قصة قفلة هو قصة شوك او decrease the blood supply والكورونريز يعني يا طبيعية يا فيها بعض الاثيروسكليروزس فبالتالي لما decrease the blood supply يعني الشوك generalized يعني كل الجسم فيه decreased blood volume هيحصل ايه هيحصل الانفاركشن فين جوه ولا بره لا جوه لان اللي جوه دول اصلا هم اللي تعبانين في حياتهم اللي بره مرتاحين فلما قال اللي بقوا من اللي بره تعبانين واللي جوه الله يرحمهم خلاص خلصت بقى وحكيت لكم ده ايه زي ايه بالظبط. طيب وفي الحاله دي الانفكشن هتاخد ديستريبيوشن بتاع ارتري معين لا هتبقى سيركمفرنشال. بعدين اما بقى الباترن الثاني اللي هو ترانسميورال عادي ارتري معين اتقفل وموضوع الثرومبس لا فكت لا سبونتينيوسلي ولا بثيرابي فخلاص فمات انتهت القصه ماتت الحته وماتت ترانسميورال يعني خلاص. طيب بعدين اتكلمنا بقى عن المورفولوجي والكومبليكيشنز وقلنا ان المورفولوجي هتكلم فيها فريسنت ويليت في هتكلم جروسو مايكروسكوبيك قصاد بعض خلال ايام خلال ساعات سوري فيو اورز 8 10 12 15 يعني ساعات اوكي. المايكروسكوبيك بيكتشر هلاقي فيها كواجلاتيف نيكروزس والجروس بيكتشر هلاقيها بيل وسولن عشان الكواجلاتيف نيكروزس برضو. طيب خلال يوم ليومين في تحت الميكروسكوب بتيجي النيوتروفيل وراها الماكروفاج وفي الجروس بنتغير من اللون البيل للاحمر عشان رابتشر اوف ذا بلاد فيسلز ذن البراون ذن نرجع تاني بيل او يالو. خلال 3 ل 4 ايام بيتكون الجرانيوليشن تيشو 3 ايام تقريبا بيكون ابتدى يكون الجرانيوليشن تيشو ويحدد لي الايه الانفكتد اريا كده من بره. وبعدين قلنا من 3 ايام ل 3 اسابيع في جراديوال فاجوسايتوزس للمايوكارديوم اند اتس ريبليسمنت باي الجرانيوليشن تيشو تمام. حاجة كمان عايزة أقولها في الجروس بيكتشر إني ممكن ألاقي عليها من جوه ثرومبس ديو تو الإندوكارديال دامج والتوربلنس وألاقي من بره بيريكارديتس طبعا في حالة الترانسميورال إنفكشن اللي هو فايبرينس أو هيموراجيك بيريكارديتس أوكي. طيب في الليت ستيج بلاقي فايبروس تيشو سواء تحت الميكروسكوب سواء جروس وما تنساش قصه الفنتريكولار ريموديلنج ان لما حته تموت وتبقى فايبروتيك الحته اللي جنبها يحصل لها كومبنساتوري هايبربليزيا عشان تاخد الفانكشن بتاعت الحته الفايبروتيك دي فبنسميها فنتريكولار ريموديلنج. الكومبليكيشنز برضو ايرلي وليت ايرلي حاجات ريليتد للماسل كونتراكتايل ديس فانكشن هارت فيلير وكارديوجينيك شوك بابيلري ماسل ديس فانكشن اكيوت ميتورال ريجرج كاردياك رابتشر في الاريا اللي هي 3 ل 4 ايام اضعف مرحله من مراحل انفكشن اوكي. اريزميا بسبب الافكشن بتاعه الكونداكشن سيستم والمايوكارديال كونتراكتيليتي حاجه من جوه ميورال ثرومبس حاجه من بره بيريكارديتس. طب في الليت برضو بابيلري ماسل ديسفانكشن تعمل لك ميترال ريجرج او فنتريكولر انيوريزم ديو تو ويكنينج اوف ذا مايوكارديال وول باي فايبروزس ما تستحملش البريشر فات بلج وال complications بتاعت الانوريزم ده ممكن زيه زي اي انوريزم ممكن يرابتشر ممكن تحصل عليه ميورال ثرومبس ممكن يكمبرس السراوندنجز. زودنا هنا كمان انه بسبب الاسترتش بتاعت المايوكارديال فايبرز والافكشن بتاع البركنجي فايبرز ممكن يحصل اريتميا وكمان ممكن يحصل هارت فيلير. وفاينلي كاتبين الهارت فيلير يعني كده از اي ايتم لوحده ليه علشان المايوسايتس بقت ريبليسد بفايبرس تيشو فانا اي ام لوزينج الكونتراكتيليتي يعني واوصل لهارت فيلير. وقلت لك كل دول هم دول بس مكتوبين بصيغه مختلفه وانا عايزه الصيغه دي يعني عايزاك تكتب لي كاردياك انوريزم وتحتيه 1 2 3 عايزاها كده زي ما هي مكتوبه في الكتاب مش ههزر في سؤال زي ده بس ليك انت هم عشان لو نسيت حاجه من هنا تفتكرها بهنا يعني تمام. ايه البيكتشر بتاعت العيان ده بشخصه بثلاث حاجات كلينيكال بيكتشر كاركترستيك جدا برولونجد اكتر من نص ساعه
stepping او compressing chest pain radiating to the back و left arm ومع symptoms بتاعت sympathetic stimulation والدسني عشان pulmonary edema مع characteristic echographic findings مع laboratory findings بسبب elevated cardiac enzymes اللي هم بيبقوا مفروض موجودين جوه الميوسايتس ولما الميوسايت رابتشر يخرجوا منها ويبدأوا يزيدوا او يعلوا في الدم. وخلي بالك دول ممكن يتأخروا شوية. كده خلصنا topic يعني مهم قوي اللي هو الاسكيميك هارت ديزيز. وهيبقى انا ان شاء الله باذن الله فيديو واحد في الهارت هنكمل فيه بقيه التوبكس الليست اللي قدامنا دي كلها مواضيع صغيره، فان شاء الله نخلصها في فيديو واحد.